طيب هو كده بدأ الريكوردر زي الفل. هشير لكم أي حد سكرين. يا جماعة بعد ما أخلص يبقى 5% على حسابها. يا ابني ما عنديش حيلة أعمل مونتاج يا ابني، مش هينفع أقول القصيدة كفر كده، أعمل ميوت وتنيل. ابدأ يا عم أهو. طيب يا شباب، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها الكلين كود. طبعا احنا يعني الاسم بالنسبة لنا حاجة كده كلنا نفسنا نعملها، يعني كلين كود، واو، يعني امتى هبتدي اكتب كلين كود؟ يعني الكلين كود ده حاجة جامدة جدا. بص، هو علشان نبسط الموضوع، الكلين كود ده هو مش تكنولوجي، ولا هي حاجة أول ما بنتعلمها نبقى كده عندنا الفلانكات، يعني ولا هي حاجة يعني زي ما بيقولوا كده مش أجمد حاجة في الدنيا. بس الكلين كود دوت بيساعدك إن أنت تبقى شخص سعيد أصلا، والناس اللي هتيجي تشتغل في الحاجة اللي أنت اشتغلت عليها هتبقى ناس سعيدة برضه. إيه هو الكلين كود أصلا بقى؟ الكلين كود دوت هو الكود اللي بيبقى مكتوب بشكل كويس، مقري، مفهوم ومنظم. حلو. طيب ايه هو الكلين كود وايه هو الباد كود؟ الباد كود او السباكيت كود زي ما بيقولوا، هو الكود اللي عكس الكلام اللي احنا قلناه. هو كود مش منظم، هو كود مش مقري، هو كود مش سيرشبل، ما اقدرش افهمه من اول نظرة، محتاج اقعد ابص في الكود كده مثلا قيمة ساعتين ثلاثة، اقعد اشغل المنتاليتي الجميلة بقى علشان اعرف الكود ده بيعمل ايه والكود ده بيساوي ايه. وهي مش حاجة صعبة ان احنا نوصل لها، بس هي بتحتاج براكتس كتير جدا. حلو. انا هتكلم عن الموضوع بشكل ثيوريتيكال شوية، وهيبقى فيه اكزامبلز، بس انا حابب اعمل حاجة جميلة علشان كلنا نتعلم نعملها بعد كده. هي ان انا مش هحضر حاجة مكتوبة ومقرية ونقوم داخلين قاريينها وخلاص، لا، انا هفتح ريبو، والريبو ديت هنبتدي نقرا منها ونبتدي نشوف الأمثلة بتاعتها ونبتدي نفصلها ونحللها واحدة واحدة مع بعضنا كده، لحد ما نوصل لمرحلة اللي هو إيه، إحنا بنتعلم نذاكر أونلاين وفي نفس الوقت بنستفيد من حتة إن إحنا نفتح ريبو مثلا على الجيت هاب ونكسر رهبة إن أنا أقرأ حاجة إنجليش وأفهم المثال اللي مكتوب والحاجات دي كلها. الريبو اللي إحنا هنبتدي نشتغل منها اسمها كلين كود جافا سكريبت، تمام؟ وهسيب اللينك بتاعها، سيب اللينك بتاعها في الفيديو ان شاء الله، اول ما يترفع على اليوتيوب هبقى اسيبه تحت في الديسكريبشن. فالريبو ديت ريبو جميلة جدا، حاطط لك مجموعة هينتس كده تاخد بالك منها وانت شغال علشان ايه توصل لمرحلة الكلين كود دي، تمام؟ بس قبل ما ندخل في الجزء بتاع الريبو بقى، وان احنا نبتدي نشوف الحاجة اللي موجودة فيها، في نقطة كده حابب اوضحها، ان الكلين كود مختلف عن حاجة اسمها كلين اركيتكتشر. يعني انا هنا المحاضرة دي مش هقول لك ازاي تقسم البروجكت بتاعك وازاي تنظم الفايلات بتاعتك وايه افضل طريقة انك تكلم بيها الداتابيز وايه افضل طريقة انك تعمل، لان دي كلها حاجات تخص الكلين اركيتكتشر. الكلين اركيتكتشر دي جزئية تانية خالص غير الكلين كود، لكن الكلين كود هو نقدر نقول كده اللي هو الكود اللي احنا بنكتبه، الكود نفسه اللي هي السنيبتس، الكود سنيبتس نفسها. لكن مش هقول لك الكود ده تكتبه فين ولا افضل مكان ليه فين، وفي نفس الوقت يعني ايه افضل طريقه للداتابيز وايه افضل طريقه انك تكلم مثلا البيزنس لاير بتاعتك مع مش عارف ايه والحاجات دي كلها، لا، انا مش هنعمل كده خالص. ده اركيتكتشر ودي ليها كلام تاني وليها موال تاني، ممكن نبقى ناخدها في جنب كده نتكلم عليها مع نفسنا يعني. فخلينا نتكلم عن الكلين كود واحدة واحدة. فهو هنا كده في الريبو ديت مديني حاجة اسمها تيبل اوف كونتنت، ده الكونتنت اللي انا هتكلم عنه، اللي احنا هنبص عليه ونتكلم عليه، بس هنشيل منه بس جزئية السوليد، لان جزئية السوليد ديت هتحتاج برضو كلام كتير وشوية حلوين كده في الكلام فيها، فهنتجنب حتة السوليد ديت، وممكن نبقى نعمل سيشن صغيرة كده قيمة ساعة مثلا او نص ساعة، ناخد السوليد ديت بالامثلة بتاعتها، تمام؟ السوليد برينسيبلز، لان كل حرف من دول ليه برينسيبل لوحده. فتعالى ندخل على الانترودكشن كده نبص عليها. بادئ لك هنا بصوره جميله جدا، بيقول لك ذا اونلي فاليد ميجرمنت فور كود كواليتي
WTFs على المينتس. WTF ديت اللي هي وات ذا فاك، يعني اللي هو انت كل ما الميجرمنت بتاع عايز تميجر الكود بتاعك ده كويس ولا مش كويس، هتبص على الكود اول ما تحس ان انت ايه الزفت ده، يبقى بالنسبه لك يعني ايه كده، بقى في مش بقى بقى في باد كود هنا او سباكيت كود. فكل بقى ما كل شويه ايه الزفت ده زادت في الدقيقه، يبقى انت كده الكود بتاعك في الشلاحات يعني ضايع. فديت صورة معبرة شوية عن الناس اللي بتعمل كود ريفيو، لما بتشوفوا الكود بيبقى يعني عاملين ازاي يعني. فهنا بيقول لك في السوفت وير انجينيرنج، سوفت وير انجينيرنج برنسبل، في واحد اسمه روبرت سيسيل مارتن، ده حد كده اسمه اونكل بوب، ده عامل كتاب كلين كود جميل جدا، وكان عامل كتاب بتاع جانجو فور بتاع الديزاين باترن، وكان عامل هيصه جامده قوي في موضوع السوفت وير انجينيرنج يعني. فالشخص ده مشهور جدا يعني، لو قلت اونكل بوب لوحده كده دي هتلاقي فيه مواويل تانية يعني. احنا مين اللي هنتكلم في الموضوع هنا بشكل اكبر عن الجافا سكريبت، بس هي في بعض المبادئ اللي هتبقى موجوده ممكن تقدر تطبقها على اي لغه، اي لغه ايا كانت ايه هي يعني. احنا مش هنستيك لحاجه معينه من ناحيه الجافا سكريبت او غيرها، قد ما هو احنا هناخد الموضوع جنرال كده، ولو في حاجه معينه في الجافا سكريبت بس هقول لك دي مش بتتعمل غير في الجافا سكريبت بس، او في اللغات الشبيهه للجافا سكريبت. فهنا بيقول لك ان السوفت وير انجينيرنج مش عارف ايه كده ادابتد فور جافا سكريبت، this is not a style guide, it's a guide to producing reusable وريدبل وريفاكتربل سوفت وير ان جافا سكريبت. معناه ايه الكلام دوت؟ بيقول لك ان احنا الجايد ده هيخليك تقدر تبريديوس، تقدر تنتج حاجات ريدبل وريوزبل، تقدر ترجع تستخدمها تاني، وريفاكتربل تقدر تعمل لها ريفاكتور. نيجي بس عند كلمة ريفاكتور ديت، الكلمة دي لوحدها يعني هنحتاج نقعد عندها سنة كده ونقول ايه فايدة الريفاكتور اصلا في الكود. هو انا ليه اصلا بكتب كلين كود لما بحتاج اعمل له ريفاكتور؟ يعني انا لو انا كتبت كلين كود هعمل له ريفاكتور ليه؟ او لو انا مثلا كتبت كود خلاص بقى بالنسبه لي الكود شغال، لا ليه هرجع له واعمل له ريفاكتور؟ وانا اصلا ليه ابتدي بكود وحش من الاول؟ ما انا ممكن ابتدي بكود كويس. تعالى كده نتكلم عن حاجه لطيفه جدا اسمها الكلين كود فيرسز الكويك وديرتي كود. الصوره دي ده كده دايجرام صغير كده بيقول لك التايم بير اديشنال لاين واللاين اوف كود ريتن. يعني هنا بيعمل لك زي معادله كده بيقول لك انت لما بتكتب كود كويس قصاد ان انت بتبتدي بدايه بالديرت كود مثلا او كود سريع، اللي هو طب الكود السريع دي اسبابه كتير جدا. المدير بتاعك نعم تمام، هو فصل خالص. بطاحة يا ابني على الماوس باد يا ابني، بطاحة يا ابني، انت دماغك يا ابني بتدوس على قد دلوقتي. صح طيب صار الصورة؟ ظهر اه. طيب فده الجزئيه اللي انا بتكلم عليها بقى، اللي هو ان احنا معانا كلين كود ومعانا كويك كود او ديرت كود. طيب ايه اللي يخليني اصلا ابدا من اول البروجكت مثلا ديرت كود او كويك كود؟ يعني اسباب كتير جدا. اول حاجه ممكن تكون النولج بتاعتك مش عاليه، او انت ما تعرفش ان في حاجه اسمها كلين كود، فانت بتكتب كود يعني رباني كده، اللي هو انت ايه، انت سارح في الكود وزي ما تيجي. تاني حاجه ممكن يكون مثلا انت شغال في شركه والشركه ديت ملزمه انها بتسليم بوقت معين، ومفيش وقت للحسوكه مثلا زي ما هم بيقولوا، مفيش وقت ومضغوطين وعندنا فيتشرز كتيره ولسه مفيش حاجه اتسلمت، فكل حاجه بتبتدي تصربعها، فانت عمال تدب في الكود وتدب مفك هنا على مفك هنا على مفك هنا لحد ما الدنيا ايه بهوقت منك. فهو هنا بيشرح العلاقه ما بينهم، ان انت لما تيجي تبتدي في كتابه الكلين كود بتاخد وقت اعلى شويه، لانك انت في الاول لازم تقف وقفه كده وتقعد تحسب هتمشي ازاي، فبتاخد وقت اعلى من الكويك كود تحت هنا كده ديت البدايه. فمن هنا كده بيبتدي الكويك كود، اللي هو انت واحد خلاص خدت الفيتشر فهوب يلا اكتب كود. فانت بدات تكتب كود، بدات على المستوى تكتب كود، الكود بتاعك بدا يكتب سريع سريع سريع،
واللاينز اللي انت بتكتبها قشطه شغاله تمام لانك انت لسه في البدايه، بس فجاه كده بعد فتره ما لقيت بتبص لقيتك كتبت انت بص يعني كميه كود لاينز رهيبه جدا، وفي نفس الوقت بقيت تاخد وقت رهيب جدا في ان انت تريفاكتور او في ان انت تعدل حاجه او في ان انت تضيف فيتشر جديده. لكن في الكلين كود انت بدات خلاص، بدات متاخر سيكا، بدات متاخر شويه، بس في الاول وفي الاخر الدنيا ماشيه معاك باستقامه وماشيه معاك مظبوطه، ان هو كده كده اللاينز اوف كود مش هتبقى يعني هتزيد كده كده مع اضافه فيتشرز، بس هتزيد بشكل كويس، وفي نفس الوقت هتكون التايم بتاعها في الاضافه بتاعت الفيتشرز او في تعديل الفيتشرز او ان انت بتعمل حاجه معينه بتبقى ايه؟ بتبقى الوقت بتاعها مش كبير. حلو؟ طيب في نقطة كمان بقى هنا بقى يجي معنى الريفاكتور، ان انت وصلت المرحلة خلاص يعني انت مش فاهم اصلا ايه اللي بيحصل، فدايما كده في كونسبت مشهور يقول لك طب ما تريفاكتور يا عم. حلو، طب ما هو انا لما هريفاكتور هنا في الحتة دي كده انا هاخد وقت رهيب جدا. ليه؟ لان انا هريفاكتور كل ده، لكن انا ممكن ابتدي بداية سريعة والكود مش احسن حاجة، بس انا لما بعمل حاجه اسمها ريفيزيت، لما برجع ريفيزيت الكود بتاعي تاني او ان انا ارجع ابص على الكود بتاعي تاني ببتدي اخده ايه لاين باي لاين كده بعمله ريفاكتور. في مثال دايما مشهور كده بيقول لك ما تنزلش بمستواك للكود اللي موجود، خلي الكود يطلع لمستواك. بمعنى يعني انت دلوقتي واحد شاطر وواحد برنس وبتكتب كود زي الفل، بس انت دخلت على بروجكت اوريدي الدنيا فيه خربانه، ما فيش ما بص يعني هتبص على الكود انت مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، فتعمل ايه؟ تاخد الكود من تحت المستواك، يعني انت الكود بتاعك خلاص تحت رجليك دلوقتي، شده لفوق طلعه معاك، انت واحد مستواك كويس وفاهم يعني ايه كلون كود وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، ما تكتبش اللي مكتوب في الكود خلاص. انت دلوقتي داخل وليكن مثلا تعدل حاجه في اللوجن، فاللوجن متخربطه وبايظه وطالع عينيها، فتعمل ايه؟ ما تسيبش الدنيا كده، قوم واخد الكود بتاع اللوجن ده معاك، شوف كده عليه والله ده ممكن نقسمه فانكشنز، ممكن نغير اسامي حاجه معينه، ممكن نعمل كذا، ممكن نشيل الكود ده اصلا ملوش اي لازمه، ممكن. فمره مع مره هتبص هتلاقي الحاجه بدات تبقى كلين معاك. تمام؟ الكلين كود هو مش حاجه هتبتديها من الاول وهتنتهي بيها، هي كل فتره من الفترات النولج بتاعتك بتزيد وهتحتاج ان انت ترجع للكود بتاعك وترجع تبص عليه كمان بصه. الريفاكتور دايما بيبقى ماشي معاك اول باول، الريفاكتور دي حاجه مهمه جدا في السوفت وير، فمفيش سوفت وير بيفضل على حاله الا اذا بقى كانت حاجه شقلب وقلب يعني، بس احنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي التقليديه، الحاجات اللي هي المكمله معانا، ان انت لما بتكون عايز تبريديوس سوفت وير يعني مينتينابل كويس، فهتضطر انك تعمل ريفاكتور اول باول لحاجات كتير جدا. تمام؟ بيزد على الكلين كود وبيزد على الكلين اركتكتشر، بس انا قلت الكلين اركتكتشر مش هنتكلم عليه دلوقتي خالص. حلو؟ نرجع تاني للريبو بتاعتنا. هنا بقى عمال يحكي بقى شوية حكايات كده، بيديك انترودكشن كده عن السوفت وير عموما، وعمال بيقول لك بقى ايه ان البرنسبلز اللي انت هتعرفها ديت مش هتخليك حد جامد قوي يعني زي ما انت متخيل، قد ما هي هتخليك تطلع انتاجية كويسة، وفي نفس الوقت انت بيبان على الكود بتاعك ان انت بتعمل حاجة او بتعمل سوفت وير محترم. تمام؟ فهنا بقى بيقول our craft of software engineering is a bit over and we are still learning a lot، يعني بيقول لك ان انت كده كده في الاول وفي الاخر هتفضل تتعلم كتير. بيقول لك مثلا هنا when software architecture is as old as architecture itself maybe then we will have harder rules to follow، بيقول لك من زمان ان الدنيا بتتغير والرولز نفسها بتختلف وكده. فدي مجرد انترودكشن يعني، وعمال يتكلم شويه كلام كتير كتير كتير. هنا بيديك هنت كده لطيفه بيقول لك one more thing knowing this won't immediately make you a better software developer، يعني مش اول ما تتعلم الحاجه ديت في اللحظه هتبقى software developer تنين. And working with them for many years doesn't mean you won't make mistakes، ان انت من بعد الفتره دي كلها او بعد ما تشتغل بيها مش معنى كده ان انت مش هتعمل اخطاء، لا كلنا خطائين وكلنا هنقع في حته ان احنا هنحتاج نريفاكتور وان احنا نعدل الكود بتاعنا وهكذا يعني. تمام؟ نبص هنا في حاجه تانية محتاجين نعرفها like with clay getting shaped into final form.
فاكس خلاص، فكك من الكلام ده كله خالص. تعالى كده ندخل على اول جزئية خالص هيبتدي يتكلم عليها، هي جزئية ال variables. ال variables طبعا هي من الحاجات المهمة اللي موجودة في اي لغة برمجة، وفي نفس الوقت دي حاجة general جدا، وفي نفس الوقت مفيش يوم بيعدي علينا واحنا بنكتب كود غير لما بنستخدم variable. تمام، ال variables بقى بيقول لك use meaningful and pronounceable variable names. معناها ايه؟ يعني استخدم اسماء، يعني الاسماء بتاعتها meaningful ذو معنى، pronounce يعني تقدر تنطقها، يعني تقدر تنطق الاسم دوت. يعني مثلا على سبيل المثال مديك هنا حاجة اسمها باد وحاجة اسمها الجود، فبيقول لك هنا كده const y y y m m d s t r moment dot format y y y y slash m m ديت الفورمات بتاعت الديت عموما. تمام، فانت لو واحد قال لك خد الفاريبل ده انت فهمت منه ايه؟ ما فهمتش حاجة يعني، صباح الفل. أنا فاهم إيه كده يعني، الاسم مش منطقي بالنسبة لي. لكن تعالى بقى بص تحت هنا، قام قايل لك مغير لك الاسم ده، قال لك ما تخليه current date. يعني بص بقى الفكرة، لما أنا دلوقتي أقوم خفي لك كل الكود كله وأقول لك يعني إيه الاسم ده أو ال variable ده، بيقول لك معنى الحاجة بتاعتها. بيديني معنى الحاجة بتاعتها. يعني ما ينفعش على سبيل المثال ال variables اللي اسمها let x بتساوي 10 و let y بتساوي 20، خلاص انسى الكلام ده، مفيش حاجة اسمها x ومفيش حاجة اسمها y. لو 10 ده بي represent مثلا وليكن يعني برايس بتاع برودكت، ممكن نكتب برودكت برايس. لو 20 ديت بت represent مثلا احمد ايج مثلا، هنقوم قايلين احمد ايج وهكذا. فلازم نستخدم اسماء ذو معنى، meaningful ليها معنى. تمام، الجزء اللي بعد كده بيقول لك use the same vocabulary for the same type of variable. بمعنى ان هو هنا بيقول لك get user info, get client data, get customer record. فانت عمال تقول get مش عارف user كذا، get مش عارف الداتا، get مش عارف كذا. طب ما هتقول get user، ريح دماغك على طول. انت دلوقتي بالنسبة لك يعني عمال توصف وتقول كل حاجة بالتفصيل. يا عم مش لازم تزنق نفسك في كل حاجة بالتفصيل، ولازم تكتب اسم يعني محتاج له اصلا لوحده اديتور يشيله من اوله لاخره. ما تعملش كده، خلي الاسم معبر ومختصر، وفي نفس الوقت يكون ايه، يكون بيوضح ايه اللي جواه. تمام، لو بصينا هنا كده بيقول لك use searchable names. يعني ايه searchable names؟ يعني اسماء اقدر اسيرش عنها. طيب تعال نشوف اللي موجود هنا تحت كده، بيقول لك we will read more code than we will ever write. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هتكتب كود، او ان انت هتقرا كود اكتر ما انت هتكتب. ف it's important that the code we do write is readable and searchable by not name variable that end up being meaningful for understanding our program. بمعنى ايه الكلام دوت؟ معنى كده بيقول لك ان انت في الحته دي كده بيقول لك ان احنا لازم نكتب ريدبل وسيرشبل، علشان خاطر بعد كده اجي سيرش عن الحاجه ابقى عارف ان الاسم بتاعها منطقي، وريدبل ابص عليه بعيني اقدر اقراه واقدر افهمه. تمام، فهنا كده بيقول لك وي هيرت اور ريدرز، ان احنا لو ما عملناش كده هنأذي الناس اللي بيبصوا على الكود. الناس اللي بيبصوا على الكود بتاعنا كده وبييجوا يقراه مش فاهم حاجه، وخلاص يا عيني مش هيقدر ياخد خطوه في الكود بتاعك لانه مش فاهم اي حاجه. تمام، بيقول لك في تول اسمها بادي جي اس واي اس لنت. التولز ديت بتساعدك ان انت بتعمل الكود بتاعك بشكل كويس، بتعمل له ايدنتيفاي يعني. فخد مثلا على سبيل المثال بيعمل لك سيت تايم اوت، وقام حاطط لك هنا كده رقم، يعني رقم اصلا انت هتكسل تقراه اصلا. فها ماذا بعد؟ انت بالنسبه لك اول ما شفت الرقم ده انت فهمت ايه؟ انا ما فهمتش حاجه، بس اللي انا فاهمه ان سيت تايم اوت دي هتقعد رقم معين اللي هو الرقم دوت. بس لو انت جيت بقى هنا كده قام قايل لك ان انت هتعمل كونست اسمه ملي سكندز ان ادي، وقام ضارب لك 60 في 60 في 24 في 1000، معنى كده ان خلاص بقى الرقم ده بقى واضح بالنسبه لك اصلا يعني ايه، ان هو بيحسب لك الملي سكندز اللي موجوده في الدي في اليوم. تمام، فقام عاملها لك بالشكل ده كده. فانت بالنسبه لك دلوقتي لما تيجي تبص على الكود ده
انت مش فاهم ايه الرقم ده، لكن لما تيجي تبص هنا كده اه لا تمام، ده ملي سكندز ان ادي، معناه كده ان هو جاب جاب الملي سكندز اللي موجوده في الدي كلها وقام حاططها لي في الست تايم اوت، معنى كده ان الست تايم اوت دي هتقعد ليوم. تمام، حلو قوي الكلام ده كله. يبقى انا كده فهمت الليله بتاعتي كلها. حلو، ننزل على الجزئيه اللي بعدها. use explanatory variables يعني ايه؟ explain تقدر توضحها، يعني جاي من explain كده اللي هي اسامي توضيحيه. تمام، تعال كده نبص مثال، نبص على سبيل المثال ده. هنا بيقول لك ده عنوان، وهنا بيقول لك city zip code regex، ده regular expression عادي، وهنا بيقول لك ان انا هسيف city zip code، وقام قايل لك ان انا هرن الفانكشن ديت وهجيب منها وهجيب منها ال دي هتقوم مرجعه لي مثلا الفانكشن دي هترجع لي array، فانا هاخد منه الاندكس الاولاني وهاخد منها الاندكس الثاني. فهنا قال لك ماشي شغال ما يضرش، بس لو تعرف توضح الجزئيه ديت هيبقى احسن بكتير طبعا لو انت سبتها كده. لان انا دلوقتي انا كواحد ديفلوبر داخل على كود بصيت كده ايه دي، انا مش فاهم معناها ايه، هضطر ان انا ارن الكود واحط دي مثلا في كونسول دوت لوج عشان اعرف دي معناها ايه. تمام، لكن لو انا جيت عملت كده، قمت مستخدم بقى ميزه في الجافا سكريبت بتاعت الاري ديستراكشرنج، ان انا قمت عملت رن للفانكشن اللي بترجع لي الاري دوت. تمام، وقلت له لو هي اصلا هترن معايا، لو هي ليها قيمه حطها لي هنا، لو هي ملهاش قيمه خليها لي اري فاضي. وفي نفس الوقت ايه، قمت رايح عامل ديستراكشرنج. ديستراكشرنج ديت معناه ان انا بقول له هات لي اندكس 0 حطه لي في اندر سكور، وهات لي اندكس 1 حطه لي في سيتي، وهات لي اندكس 2 حطه لي في الزيب كود. تمام، بالمناسبه في بعض الناس بتستخدم اندر سكور علشان خاطر لو هي حاجه مش هنستخدمها او انيوزد او انيوزد اندكس يعني. تمام، وبعد كده قمت ران ان الفانكشن اللي نفس الفانكشن اللي موجوده فوق رنتها، بس اديتها سيتي واديتها زيب كود. دلوقتي انا لما ابص هنا غير لما ابص هنا، انا مش فاهم يعني ايه اندكس اوف 1 او اندكس اوف 2، بس انا عارف ان هنا لما رنيت الفانكشن ديت انا اديتها سيتي واديتها زيب كود. تمام كده الجزئيه ديت واضحه. ننزل على الجزئيه اللي بعدها. avoid mental mapping يعني ايه avoid mental mapping؟ اه كاتب لك تحتها يعني حاجه جميله جدا دايما دايما بنستخدمها، بيقول لك explicit is better than implicit، اللي هو ايه التوضيحي، يعني الحاجه التوضيحيه احسن من الحاجه الضمنيه. implicit يعني ضمني و explicit يعني توضيحي. فيعني ايه الكلام دوت؟ معناه ان ايه، ما تسيبش الديفلوبر للمنتاليتي بتاعته، وضح له كل حاجه او اوضح لاي حد هيبص على الكود كل حاجه. انا دلوقتي لما اعمل فور اتش بالمنظر ده كده معايا اري ورحت عملت عليه فور اتش وقمت كاتب ال، هي ال دي اختصار لايه؟ انا عارف ان هو بيلوب على لوكيشنز هنا. تمام، بس ال ديت ايه دي؟ ايه ال ديت؟ انا واحد مش عارف يعني ايه فور اتش ومش عارف يعني الفانكشن دي بتعمل ايه مثلا، بس بتخيل ان لوكيشنز دوت فور اتش ال، ها يعني ديسباتش ال، يا فرحتي انا ما اعرفش برضو الفانكشن دي كده بتستلم مني ايه، او ال دي بتريفير لي ايه. لكن لو انا جيت هنا كده بص، حاجه صغيره جدا عملتها ان انا قلت ايه، بقيت لوكيشن بس كده. ودايما بيفضل ان انت مثلا بتعمل مثلا لوب على بيرسونز، تيجي هنا تسمي الاليمنت الواحد بيرسون. بتعمل لوب على برودكت تسمي الاليمنت الواحد برودكت، وهكذا يعني، بدل ما هو جمع بتسميها مفرد علشان تبقى الحاجه توضيح. ما تسيبش الدنيا للمنتاليتي، ما تخليش واحد يقعد يسرح بدماغه. تمام، دايما الحاجه التوضيحيه احسن من الضمنيه، دايما افتكر الكلمه دي كويس، التوضيحي احسن من الضمني. explicit is better than implicit. تمام، نخش على الجزئيه اللي بعدها. don't add unneeded context، معناها ايه الكلام دوت؟ هنشوفها دلوقتي. بيقول لك if your class او object name tell you something don't repeat that in your variable name. بمعنى ايه؟ تخيل كده، تعالى هنا بيوضح لك ان انت عندك دلوقتي مثلا اوبجكت اسمه كار، فقمت انت رايح جواها كار ميك، كار موديل، كار كولر. ده ايه ده؟ يعني هو شغال وقشطه تمام زي الفل، بس في الاخر في الاول وفي الاخر انت كاتب هنا كلمه كار ودي كار ودي كار، في حين ان هم كلهم محطوطين جوا اوبجكت اسمه كار. فانت بدل ما تقول له كار دوت كار ميك، كار دوت كار موديل، كار دوت كار كولر بالشكل ده كده،
انت ممكن بكل بساطه تشيل كل ده وتقول له كار دوت كلر، كار دوت موديل، كار دوت دوت ميك، لانك انت خلاص ده كده كونتكست اصلا، ده كده كونتكست. فشيل ما تحطش اسم الكونتكست جوه الكونتكست نفسه، او اسم الفاريبل نفسه جوه الكونتكست نفسه. ده كده الكونتكست بتاعك ده بيريفير للكار، ما تجيش هنا تقوم حاطط كار ميك او كار موديل او كار كلر، ملهاش اي ستين لازمه وملهاش معنى، ملهاش اصلا اي لازمه. لكن لما تقول كار دوت ميك انا خلاص عارف ان الميك دي حاجه تبع الكار، تمام. لكن مش لازم اقول كار دوت كار ميك، تمام. حلو. ننزل على الجزئيه اللي بعدها، بيقول لك يوز ديفولت ارجيومنتس انستيد اوف شورتنج شورت سيركتنج اور كونديشنال كونديشنالز. معناه ايه الكلام دوت؟ هنيجي نوضحها واحده واحده دلوقتي. بيقول لك ديفولت ارجيومنتس ار اوفن كلينر ذان او شورت سيركتنج بي او ذان شورت سيركتنج. بي اوير ذات اف يو يوز ذم your function will only provide default values for undefined arguments, other false values such as عمال يديك بقى حاجات تبع ال false values will not be replaced with default value. تعالى كده نفهم الكلام ده معناه ايه. اول حاجه يعني ايه default arguments الاول؟ ال default arguments ديت هي ال parameters او الحاجه اللي بتروح لل function هي ال arguments بتاعتك، فانت بتديها by default كده بتديها قيمه، تمام. ليه؟ علشان تتجنب تعمل كده في الكود بتاعك. في بعض الناس بتعملها بالشكل ده، وفي بعض الناس بتعملها اف كونديشنز. يعني في بعض الناس بتقوم رايحه واخده كده بتقول لك اف نيم او اف نوت نيم، خلي مثلا النيم بتاعي بيساوي احمد مثلا، تمام. وفي ناس بعض الناس بتعملها كده. فبدل ما تعمل كل ده، طب ما تديها ديفولت بارامتر بالشكل ده كده، ويكون البادي بتاع الفانكشن بتاعك ليه بيعمل الحاجه اللي الفانكشن بتتعمل عشانها، مش عمال يقعد يتشك على كل البارامترز وعمال يقعد يشوف البارامتر ده ليه قيمه ولا لا. وفي نفس الوقت هيدخلك في هصل ابن لذينه كده، ان مش كل الفاليوز هتحقق الكونديشن دوت. انت عندك في فولس فاليوز وفي حاجات. يعني مثلا انا دلوقتي حطيت هنا دول اسمه ايه ده بدبل كوتيشن مثلا او بسنجل كوتيشن، النيم بتاعي كان كده، فالنيم ده كده كده ده ليه قيمه، يعني ده كده هيبقى ليه قيمه، فمش هتعرف تحط ديت جواه. لكن لما تقول له كده النيم بتاعي هيبستر دوت، يبقى خلاص انا كده خلاص والله بصيت له النيم هياخده، ما بصيتلوش النيم هياخد الديفولت بارامتر بتاعي، تمام. ودي ديفولت بارامترز دي حاجه موجوده في معظم لغات البرمجه، هي حاجه ما تخصش الجافا سكريبت بشكل كبير. يعني هنا بقى هنخش على الجزئيه الثانيه اللي هي بعيدا عن الفاريبلز كده. الفاريبلز اظن انها وضحت بالنسبه لنا ونظرتنا ليها اختلفت، ان الفاريبلز مش بس حاجه بتشيل قيمه قد ما هي حاجه معبره عن القيمه اللي شايلاها. ما ينفعش ان انا اجي اخلي الفاريبل بتاعي يبقى اسمه مبهم، ما ينفعش ان انا استخدم variables بشكل سداح مداح كده، لا لازم اخلي الفاريبل بيعبر عن كل حاجه، بيكون القيمه اللي هو شايلها لازم يكون المعبر عنها. ما ينفعش ان انا اسمي الاسم بتاعي اي كلام كده، لازم الاسم يكون searchable، تمام، يقدر اسيرش عنه ويكون الاسم بتاعي meaningful، يكون ليه معنى، تمام. ندخل على الجزئيه الثانيه اللي هي بتاعه الفانكشنز. بيقول لك بقى الفانكشنز ارجيومنتس. فانكشن ارجيومنتس دي حوارها حوار. ايه الفانكشن ارجيومنتس ديت؟ اللي هي البارامترز بتاعتك. بيقول لك تو اور فيور ايديال، تمام، يعني بيفضل ان هم يبقوا اثنين او اقل. ايه ده اثنين او اقل؟ امال الفانكشن اللي انا بكتبها بتاخد 17000 بارامتر ديت اعمل فيها ايه؟ لا لا لا، ما هي 17000 بارامتر ديت ده كده مش صح، تمام. بيقول لك ان انت قدر الامكان حاول تقلل بارامترز على قد ما تقدر. بيقول لك limiting the amount of function parameters is incredibly important because it makes testing your function easier. علشان تخلي الفانكشن بتاعتك سهله ان انت تقدر تعمل لها تيست، وفي نفس الوقت تكون مفهومه، لانك انت كل ما البارامتر زادت عندك كل ما اللخبطه زادت في دماغك، تمام. طيب بيقول لك one or two arguments is the ideal case. يعني بيقول لك الكيس اللي هي الايديال اللي هي الحاجه الكويسه، يعني بيقول لك بارامتر او اثنين، تمام. بيقول لك and three should be avoided if possible. يعني لو انت خلاص الدنيا زنقت معاك ماشي ممكن تستخدم ثلاثه، بس حاول تتجنبها على قدر الامكان، تمام.
anything more than that should be consolidated. تمام، يعني ما تستخدمهاش. تمام، يعني بقول لك ما اكتر من كده لا ما تستخدمش حاجة زي كده. تمام، ليه بقى؟ لانه هو بالمنطق كده بيقول لك if you have more than two arguments then your function is trying to do too much. يعني لو انت عندك بارامترز كتير يبقى اكيد الفانكشن بتاعتك دي بتعمل too much، يعني too much logic موجود جوه الفانكشن بتاعتك. تمام، طب بيقول لك في بعض الكيسز معينة كده in case where it's not، يعني افرض انت غصب عنك محتاج ان انت كل البارامترز ديت، وفي نفس الوقت هي الفانكشن اصلا ما بتعملش حاجات كتير، هي محتاجه البارامترز دي فعلا. يبقى بيقول لك most of the time a higher level object will suffice as an argument. يبقى ساعتها في الكيس اللي انت بتعملها ديت هتحول البارامترز بتاعتك كلها لبارامتر واحد هو object، وهتاخد الاوبجكت دوت بالشكل ده. تمام، الجميل بقى في الجافا سكريبت انها بتخليك تعمل الاوبجكت بتاعك اون ذا فلاي. اهو بيقول لك since java script allows you to make objects on the fly without a lot of class boilerplate you can use an object if you are finding yourself needing a lot of arguments. تمام، بيقول لك بقى ان انت خلاص يعني بما ان الجافا سكريبت بتدي لك ان انت تقدر تستخدم الموضوع اون ذا فلاي يعني فقشطه، يعني ممكن تستخدمهم عادي. وده هنشوف بقى الحاجات الجميله فيه دلوقتي هي عباره عن ايه. ان احنا دلوقتي عندنا على سبيل المثال فانكشن اهي، الفانكشن دي واخده بارامتر واحد، بارامتر اتنين، بارامتر تلاته، بارامتر اربعه، وقمت انا رايح عامل حاجه اسمها كرييت منيو، وقمت رايح مديها البارامترز بتاعتها بالشكل ده كده. تمام، دي كده باد واي، لان هو قال لك قلل البارامترز على قد ما تقدر، وفي نفس الوقت دي اربعه بارامترز، هل كلهم مترابطين؟ هنقول غالبا كلهم مترابطين، فهنعمل ايه؟ بيقول لك بقى هنحولهم لاوبجكت. طب احنا هنحولهم لاوبجكت ازاي؟ باستخدام بقى الفيتشر الجميله بتاعت الاي اس 6، ان انت تقدر تحط قوسين اوبجكت فوق في الفانكشن، فكل ده هيتعامل معامله الاوبجكت، فهيستنى منك كي اسمها تايتل، وكي اسمها بادي، وكي اسمها بوتن تكست، وكي اسمها كانسلبل. تمام، لما تيجي تستخدم الفانكشن بالشكل ده كده هتقوم رايح مستخدم تايتل وبادي وبوتن تكست وكانسلبل بالشكل ده كده، بس انت في الاول وفي الاخر مستخدم هو وان ارجيومنت، هو ارجيومنت واحد. والجميل بقى في الموضوع في استخدامك للاوبجكت ان انت ايه، ان انت هنا استخدمت حاجه اسمها نيمد بارامترز. النيمد بارامترز ديت دي حاجه موجوده في لغات برمجه كتير، اللي هو انت لو شلت التايتل من هنا وحطيته في الاخر هيبقى عارف ان ده تايتل، لانك انت مستخدمه باي اتس نيم، مستخدمه بالنيم بتاعه، مش مستخدم بس كده الاوردر بتاعه. يعني انا دلوقتي لو شلت فو من هنا وحطيتها في الاخر يبقى بار هي اللي هتتعامل معامله التايتل. تمام، والفو اللي هي انا نقلتها في الاخر دي هتبقى هي الكانسلابل، لكن هنا كل حاجه بالكي بتاعها. لو انا غيرت في الاوردر ده فستيل في الاول وفي الاخر انا ببعت لهم كيز هم مستنيينها. تمام، فهنا لو طلعنا فوق كده اهو بيقول لك بقى ان بيقول لك الفيتشرز يعني اللي موجوده في الموضوع، ان هي it can be used to simulate named parameters. وهنا بقى عمال يشرح لك شويه حاجات كده، بس بيقول لك ان ايه، ان هيبقى في حته سايد افكت صغير كده هنتكلم عليها تحت، هتجي لنا تحت كده في سيكشن هيبقى اسمه سايد افكتس، افويد سايد افكتس، هنبقى نشوف الجزئيه اللي هو بيتكلم عليها دي. تمام، هنا بيدي لك نقطه اوبجكت اند اريز that are destructuring from argument object are not cloned، ما بتعملهمش كلون. تمام، وناخد بالنا من النقطه دي عشان هننزل نشوفها تحت. طيب هنا كده بيقول لك functions should do one thing. احنا طبعا بسم الله ما شاء الله ما عندناش الكلام دوت، احنا بنعمل الفانكشن تعمل تروح تجيب تروح تجيب البرودكتس من الداتابيز، وتروح تحسب اسعارهم، وتروح ترندرهم، وتقوم رايحه تبعت الفاليوز بتاعتنا للداتابيز ثانيه، وبعد كده تروح تعمل ابديت وتعمل ديليت وتعمل ايديت في نفس الوقت. فطبعا احنا المفروض ما نعملش كده، لان هي الفانكشن should do one thing. ونخلي بالنا من حته وان سينج ديت، لان ده هنتكلم عليه بقى في الجزء بتاع السوليد، بس ده هيبقى في حته لوحدها، وده هيتسمى سنجل ريسبونسبيلتي، اللي هي ايه؟ يعني عندك مسؤوليه واحده، انت المهم انك تقوم بالمسؤوليه دي بس. هو بيقول لك بص بقى the most important role in software engineering،
هي اهم حاجه في السوفت وير انجينير. يقول لك when functions do more than one thing they are harder to compose وتست اند ريزون اباوت، اللي هو انا مش هبقى عارف هي بتعمل ايه ولا هقدر اعمل لها تيست ولا هقدر اعمل لها كومبوز. تمام. When you can isolate a function to just one action it can be refactored easily. ان انا دلوقتي لما اعمل الفانكشنز بتاعتي بسيطه وفي نفس الوقت يعني احتاجت ريفاكتور، بعدين اقدر اعمل لها ريفاكتور بكل بساطه وكل سهوله، لان هي الفانكشن كود بيز بتاعتها مش كبيره. تمام. And your code will read much cleaner. ان الكود بتاعك هيبقى كلين وهيبقى مقري وهيبقى مفهوم وهتبقى الدنيا زي الفل وعشرة على عشرة. طيب. بيقول لك if you take nothing else away from this guide other than this you will be ahead of many developers. يعني بيقول لك لو انت على الاقل سبت كل حاجه وخدت بس الجزئيه دي انت هتكون ابعد من ديفلوبرز كتير، انت هتعدي ديفلوبرز كتير. تمام. تعالى كده نبص على الفانكشن ديت. الفانكشن ديت انت للنظره الاولى كده هتبص عليها طب ما هي بسيطه اهي وحلوه اهي، ايه المشكله يعني احنا لازم نحبكها. تعالى كده نبص عليها. بص الفانكشن ديت اسمها ايه؟ اسمها ايميل كلاينتس، ودي بتاخد مني مجموعه كلاينتس بفور ايتش عليهم. وخلي بالك هنا ما سماهاش سي، هنا سماها كلاينت. تمام. علشان احنا قلنا بقى قلنا ان احنا ايه هنوضح ان الفاريبلز بتاعتنا. فاما قايل لك انا هروح ادور على في الداتابيز هلوك اب هدور على الكلاينت دوت وهرجع الكلاينت ده، وهقوم رايح مثلا باصص هنا بشوف ان الكلاينت بتاعي لو هو اكتف هروح ابعت له ايميل، هبعت ايميل للكلاينت دوت. طب ده حلو جدا، يبقى احنا الفانكشن بتاعتنا ديت بتعمل شويه حاجات حلو، ان هي بتروح تجيب الكلاينتس بتاعتنا وانها بتجيبه من الداتابيز وتشوف هو اكتف ولا لا وتبعت ايميل. تمام. طب ما ايه رايك لو قسمناها بالشكل ده كده؟ يعني قمنا رايحين قايلين هات لي ايميل اكتف كلاينتس، هات لي الكلاينتس بتاعتي اللي بس هم اكتف. تمام. بمعنى كده بمعنى ايه؟ ان انا هنا قمت رايح واخد نفس البارامتر بتاع الكلاينتس ده عملت عليهم فلتر، والفلتر دوت بالاز اكتف كلاينت اللي هو اللي هي الفلاج اللي احنا بنبص عليه، وبعد كده بفور ايتش عليهم بالايميل. يعني بروح اعمل لهم الايميل بتاعهم بقى، بروح ابعت الفانكشن اللي هتعمل لنا الايميل بتاعهم يعني. تمام. وفي نفس الوقت هنا كده انا بدور على حاجه اسمها از اكتف كلاينت، وبروح ادور على الداتابيز، بروح بدور في الداتابيز على الكلاينت بالاز اكتف بتاعته. يعني الاف كونديشن اللي احنا عملناه ده اهو، الاف كونديشن اللي احنا عملناه هنا قمنا رايحين عاملين از كلاينت از اكتف كلاينت، وقمت باخد الكلاينت بتاعي، باخد الكلاينت الواحد بدور عليه في الداتابيز وارجعه في حاله ان هو اكتف في الاكتف، وخليت الفانكشن هنا بتفلتر بالاز اكتف كلاينت اللي هي الفانكشن دهيت، والفور ايتش بتاعتك هي بتروح تبعت الايميل، بتروح تبعت الايميلات على طول. بص بقى هنا وبص هنا، انت بالنسبه لك انت اول ما تبص كده لا الثانيه اريح شويه، لانك انت شايف هنا، بص شايف هنا كميه اقواس كتير، فهتحتاج ان انت تقعد شويه كده تبص الفور اتش دي بتعمل ايه وبتكلم ايه وبتعمل ايه بالظبط، غير لما تبص هنا كده ان الفلتر ديت واخده فانكشن والفور اتش دي واخده فانكشن ثانيه، بس الفانكشن ده هي بتاعت الفلتر اهي لوحدها متقسمه، وفانكشن الايميل هي كده كده امبلمنتد اوريدي يعني، فهي هتلاقيها برضو امبلمنتد بشكل تاني، بس احنا ايه يعني مش مالناش دعوه بالامبلمنتيشن بشكل كبير، مش موضوعنا الامبلمنتيشن ده. تمام. طيب لو في حد يا جماعه عطلان في حاجه او مش فاهم حاجه ممكن يفتح المايك ويوقفني ويسالني عادي، ما فيش اي مشكله. فانكشن نيمز شود سي وات زي دو. يعني ما تجيش تسمي فانكشن حماده وهي مثلا من جواها مثلا بتروح تجيب برودكتس من الداتابيز، بلاش تعمل كده. انت هنا مثلا على سبيل المثال ممكن تبص الفانكشن دي اد تو ديت. يا سلام، شايف الاسم حلو ازاي وجميل، اسم تحفه، فانكشن اد تو ديت، وبتاخد الديت وبتاخد المانس، وفي نفس الوقت هنا لما باجي استخدمها بستخدمها بالشكل ده كده اد تو ديت، بضيف للديت واحد. هو ايه بقى الواحد ده بيعبر لي عن ايه؟ بيعبر لي عن المانس. طب انا عرفت منين ان مانس؟ عشان انا رجعت للفانكشن سيجنتشر. طب ما انا ممكن اسمي الفانكشن ديت مثلا اد مانس تو ديت مثلا، او ديت او انكريز ديت باي مانس مثلا، يعني على سبيل المثال
أم هو هنا تحت كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك أهو وفر على نفسك المجهود اللي فوق ده، إن أنت تقعد تفهم الكود، خليها أد مانث تو ديت، يعني ضيف شهر للديت بتاعي. فبالتالي أنا لما أقوم رايح قايل له إيه؟ ضيف لي واحد على الديت الحالي، شكرا الموضوع خلص. غير لما هنا كده أد تو ديت، أدي الديت وأدي المانث. اقوم رايح مثلا على سبيل المثال ابص تحت هنا في الاستخدام بتاعها ديت وواحد، ما انا اد تو ديت، انا فهمت ايه؟ هروح اضيف للديت واحد. طب ما هديت واحد ديت ممكن تبقى 1 سكند، ممكن تبقى 1 اور، ممكن تبقى 1 داي، ممكن تبقى 1 مينيت، ممكن تبقى 1 يير، ممكن تبقى اي حاجه في الدنيا. هنا بقى ديت اوضحها لك اد مانث تو ديت، ان انا هستخدم مانث، هضيف مانث على الديت بتاعي. تمام. هنا بقى الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا. Functions should only be one level of abstraction. الجزئية ديت مهمة جدا لسبب ان الحتة ديت ناس كتير بتقع فيها، ان هو بيخلي الفانكشن بتاعته بتبقى شايلة مجموعة حاجات كتير. يعني مثلا على سبيل المثال هنا بنعمل حاجة اسمها function اسمها parse better JS alternative، وبتاخد مني مجموعة ريجكس، وقامت هنا هي عاملة لي سبليت لأي حاجة بتجيلي، وبعد كده قام رايح واخد مجموعة توكنز، وقام رايح عامل اي اس تي. الاي اس تي ديت اصلا لحد وقتنا هذا انا مش عارف معناها ايه، وادي توكنز وادي فور ايتش وادي كمان فور ايتش وحاجات زي كده. مبدئيا هي الفانكشن ديت كده، سوري، مبدئيا الفانكشن ديت بتعبر عن الكومبايلر ازاي بيشتغل عموما، ان هو بياخد مني مجموعة حاجات وبيعمل لها الكود بتاعي، وبعد ما بياخد الكود بتاعي كده بيكسره وبيعمل له حاجة اسمها توكنايزيشن، وبعد كده بيعمل حاجة اسمها ابستراكت سينتاكس تري علشان ايه؟ يبرص الكود بتاعي ديت لحاجة بيفهمها، الحاجة تفهمها الماشين يعني. طيب الكود اللي مكتوب دوت للنظرة الأولى هتحسه عادي، يعني ايه المشكلة؟ بس علشان هو ما فيهوش لوجيك. لكن لو كل واحدة من دول بقى فيها لوجيك بتاعها، أو اللوجيك اللي هو هيشيلها، أو اللوجيك المعقد اللي هيتنفس فيها، فهتعمل حوار كبير وهتبقى هيصة كبيرة يعني. تمام. فالمفروض بقى إن احنا ايه الجود بتاعها؟ الجود بتاعها إن احنا should be one level of abstraction. يعني ايه one level of abstraction؟ معناها ان انا ممكن اقسم كل حاجه دي من دولت لوحدها، وانادي ارجع انادي عليها هنا في الفانكشن دي. تمام. تعالى كده نشوف الكود بتاعها شغال ازاي. اول حاجه قال لك احنا هنسيب الفانكشن اللي اسمها بارس بيتر جي اس الترناتيف بالشكل ده كده، بتاخد مني مجموعه كودز، تاخد مني كود وتقوم رايحه مدخله الكود بتاعي في فانكشن اسمها توكنايز. تمام. علشان تطلع لي التوكنز بتاعتها. طب تعالى نبص على التوكنايز دي بتعمل ايه. التوكنايز ديت اهي الفانكشن دي كده بقت بسيطه خالص اهي، بتاخد مني مجموعه اكواد، بتعمل لها سبليت نفس اللي كانت موجوده فوق، وبتحطهم في حاجه اسمها ستيتمنت، وبتروح تجمع التوكنز، تعمل عليهم الفور اتش بتاعتهم، وتظبط الكلام، والدنيا تبقى زي الفل، وفي الاخر بريترن التوكنز دي. طب انا بريترنها ليه؟ علشان اقدر اخدها بره الفانكشن واقدر استخدمها في اي مكان تاني بقى. فانا قمت رايح واخد التوكنز بالشكل ده كده. بعد كده قمت ايه؟ قمت رايح مستخدم، عملنا حاجه فانكشن اسمها بارس، والبارس دي بتاخد مني التوكنز اللي هي طلعت من الفانكشن بتاعت التوكنايز دي. فايه البارس دي بتعمل ايه؟ تعال ننزل تحت كده شويه الجود بتاعها، هنلاقي ان الفانكشن اللي اسمها بارس ديت عملت حاجه اسمها سينتاكس تري، بدل ما كانت فوق اسمها ايه؟ اي اس تي. اي اس تي ديت انت مش عارف معناها ايه، فهو حتى هنا غير الاسم بتاعها، قال لك الاي اس تي باد نيم، مع ان احنا لو انت حد في المجال هتبقى عارف ان ايه، ان في حاجه اسمها ابستراكت سينتاكس تري. تمام. فهو ده الاختصار بتاعها، قال لك يا باشا فوقك من الكلام ده، انا هستخدم لك سينتاكس تري. انا مالي؟ ما انا ممكن اللي يكون اللي بيبص على الكود دوت واحد ما عندوش فكره يعني ايه ابستراكت سينتاكس تري، فقال لك انا هستخدم حاجه اسمها سينتاكس تري، وقام رايح عامل الحاجات دي كلها، وفي الاخر عمل ريتيرن برضه للسينتاكس تري. فانا قمت رايح واخد السينتاكس تري بتاعتي من هنا. ودايما تلاحظ كده نقطه، ان هو بياخد الاوتبوت بتاع الريتيرن بنفس الاسم اللي مسميه جوه الفانكشن، يعني هنا مسميها توكنز وعامل ريتيرن للتوكنز، قام رايح هنا واخد التوكنز. تمام. وقام رايح واخد السنتكس تري، عمل عليها الفور اتش بتاعته، وخلص الليله بتاعتنا والموضوع خلص خالص. بس كده الدنيا خلصت معانا. الفكره كلها ان احنا عملنا ايه؟ عملنا ابستراكشن، بدل ما هيبقى فيه
كذا فانكشن او كذا ريسبونسبيلتي جوه الحاجه زي ديت جوه فانكشن واحده، والكود كان كبير، الكود فجاه كده سامها وبقى كام سطر، بقى خمسه سته، خمس ست سطور، بعد ما كان سطور كتيره جدا بتعمل مليون حاجه، وكل واحده منهم ابستراكشن لوحدها او ليفل لوحده ممكن نقدر نمبلمنته ونرجع نستخدم الفانكشن بتاعته هنا في الكود بتاعنا. تمام، ننزل الجزئيه دي. الجزئيه دي بقى مهمه جدا، ريموف دوبليكيت كود. دايما دايما وانا بريفيو كود على حد بلاقيه مثلا رايح واخد الكود من فانكشن، قام رايح رازعها في الفانكشن اللي بعدها ويلا شغل الدنيا. ماشي، هو انت بتشغل الدنيا والدنيا تمام، بس ستيل في الاول وفي الاخر ده دوبليكت كود، ده كود متكرر. معنى ان ده كود متكرر معناه ان انت تقدر تشيره. يعني ايه تشيره؟ معناه ان انت ممكن تقدر تاخد الكود ده تحطه في مكان معين، والاتنين فانكشن دول يقدروا ياخدوا من الكود دوت، او تقدر somehow تخلي فانكشن واحده جواها كود واحد وتعمل له مثلا عليه اف كونديشن ولا حاجه او سويتش كيس، بحيث ان انت تقدر تستخدم نفس الكود بدون ما انت تقعد تكرر. فهنا كده بيقول لك do your absolute best to avoid duplicate code. بيقول لك duplicate code is bad because it means that there is more than one place to alter something if you need to change some logic. بمعناه ان انت على سبيل المثال انت دلوقتي خدت كود من هنا حطيته هنا، فانت احتجت تعدل الكود الاولاني بشكل معين، فهتضطر ان انت تروح تعمل الترنيت للكود التاني وتعدله برضه وهكذا. فما بالك دول مرتين، احنا بنتكلم على مرتين اتنين، لكن في ناس ممكن تاخد تفضل تاخد الكود كوبي وبيست كوبي وبيست على مدار البروجكت، وفي الاول وفي الاخر لما يجي يعدل حاجه لازم يروح يعدل في البروجكت كله. حلو. فهنا بيديك مثال بقى، بيقول لك لو انت عندك انت عندك مثلا مطعم، وعمال بقى يشرح شويه يعني، عندك بقى طماطم وعندك بصل وعندك مش عارف ايه، فكل الحاجات ديت يعني الامثله بتاعتهم دي احنا ما بنفهمهاش، خلينا نفهمها احنا بالبلدي كده. فبيقول لك بقى sometimes you have duplicate code because you have two or more slightly different things. بيقول لك يعني في بعض الاوقات يعني ان انت بتحتاج ان انت ممكن تدوبليكيت الكود علشان الاثنين بيعملوا تو ديفرنت ثينجز، بس في نفس الوقت يعني ذات شير ا لوت ان كومون، بات زير ديفرنس فورس يو تو هاف تو مور سيبريت فانكشن. ان انت ممكن تقدر يعني عارف انت اللي هو حاول يعني قدر الامكان ما تعملش كده، بس لما خلاص يعني لو لقيت دي فانكشن بتعمل حاجه مختلفه ودي فانكشن بتعمل حاجه مختلفه، ما فيش مانع انك تقدر تغير تدوبليكيت الكود من هنا على هنا، لان هما الاثنين اوريدي كل واحده ليها بيزنس مختلف. بس لو انت دايما مشيت بالكونسبت بتاع ان انا هشيل الريموف كود او هعمل سوري ريموف الدوبليكيت كود، يبقى انت كده بتوصل لمرحله ان انت هتبقى واخد بالك من اي كود بيتكرر ايه، ودايما هتكون واخد خطوه لقدام يعني. تمام. تعال هنا مثلا نشوف الجزئيه دي. بيقول لك مثلا هنا على سبيل المثال انت عندك هنا show developer list function اسمها كده، ودي بتاخد مني مجموعه developers. تمام، وبتقوم رايحه عامله عليها for each، وهنا برضو سماها developer علشان ما ينفعش يسميها دي. تمام، او دي اي في مثلا. تمام، وام رايح هنا جايب الاكسبكتد سالري، وام رايح هنا جايب الاكسبيرينس، وام رايح جايب هنا الجيت هاب لينك، وام رايح هنا عامل كونست للديتا، وام رايح حاطط الداتا اللي طلعت منهم وهكذا، وفي الاخر عمل لها رندر. حلو. ففي تحتها فانكشن على طول اسمها شو مانجر ليست. لو نلاحظ نبص فوق ونبص تحت الاثنين غالبا نفس الكود مع اختلاف حاجه بسيطه، ان هو هنا جيت هاب لينك بدل ما جيت هاب لينك بقت ايه بورتفوليو، بقت جيت ام بي اي بروجكتس. تمام، والداتا كل اللي عمله بدل ما يحط الجيت هاب لينك حط البورتفوليو، وقام رايح مرندر الداتا دي. ده انت مثلا لما تبص لها كده يعني ده 90% من الكود شبه بعضه، يعني ده ممكن سطر ولا سطرين اللي مختلفين. فايه الحل؟ قال لك الحل بسيط جدا. تمام، انت ممكن بكل بساطه هتغير بقى الاسامي دي، بدل ما هي شو مانجر ليست وشو ديفلوبر ليست هنسميها شو امبلوي ليست، ان احنا هنخليها بتعبر عن اللي جواها. احنا دايما اتفقنا من شويه ان الفانكشن لازم تكون معبره عن الحاجه اللي جواها. تمام، فقمنا رايحين مسميين الفانكشن شو امبلوي ليست، وبتاخد مني مجموعه امبلويز اللي هي مجموعه عملاء مثلا او عاملين، عملت عليهم فور ايتش،
وخدت منهم الحاجة المشتركة اللي هي calculate expected salary، خدت منهم السالري وخدت منهم الاكسبيرينس ورحت حطيتها في الديتا. بس هنا كده قمت قايل له الامبلوي دوت تايب، التايب بتاعي لو هو مانجر هروح احط الداتا ديت، هروح احط فيها بورتفوليو واروح اجيبه من الام بي اي بروجكت. لو هو ديفلوبر او التايب بتاعه ديفلوبر هروح احط الجيت هاب لينك واروح اجيبه من برضه من الامبلوي دوت جيت هاب لينك، وده بعمل بريك علشان دي سويتش كيس اخرج بره البريك خالص، وبعد كده بروح ارندر. وانا بكل بساطه كده وفرت على نفسي قد ايه، وفرت على نفسي ان انا عمال اعمل فانكشنز كتير وريحت دماغي من حاجات كتير جدا، خصوصا كمان ان انت دلوقتي بتتكلم على مستوى المانجر وعلى مستوى الديفلوبر. فافرض مثلا انت كان عندك مثلا شو اتش ار ليست مثلا، فالاتش ار بيحتاج مثلا نغير بدل ما هي جيت ام بي اي بروجكت مثلا هنقول جيت سي في مثلا، فهتضطر ان انت كل اللي هتعمله هتضطر ان انت هتاخد فانكشن تانية وتعمل نفس الحكاية دي. بس كل اللي انت هتعمله في الكيس بتاعتنا كده ان انت هتزود كيس هتسميها مثلا كيس اتش ار، والاتش ار هتقول له داتا دوت سي في بتساوي امبلوي دوت سي في، وهنسيب الفانكشن بتاعت الريندر زي ما هي مش هنعدل فيها اي حاجة. تمام، في سؤال يا ناصر، اتفضل. في حد لسه بيقول طب ممكن استخدم هنا الابستراكشن؟ ممكن استخدم هنا الابستراكشن؟ تمام، ليه لا، ما تقدر تستخدم هنا الابستراكشن عادي جدا، ما يضرش في حاجة، مش هي مش ممكن تقدر، لا ليه لا، هي الفكرة كلها ان هو بيوصل لك الفكرة هنا عن طريق مثال. تمام، فالمثال ده ممكن تقدر تستخدمه بطرق تانية جدا. يعني أنا على سبيل المثال شايف إن المثال ده كويس وكل حاجة، بس الحتة دي مش سكيلابل، الحتة ديت مش هتبقى ألطف حاجة. تمام، الحتة ديت هيبقى فيها شغل كتير، الحتة دي كل ما الدنيا هتكبر مننا كل ما هتكتر معانا أكتر، هتبص هتلاقي فيه كيسز كتير، فهيبقى الكود بتاعنا unreadable، فهنضطر إن احنا نعدل حتة السويتش ديت بحاجة بتبقى مثلا عن طريق بوليمورفيزم بقى، عن طريق اي الترنيتيف للاف كونديشن. ودي حاجه ممكن نبقى ناخدها اسايد كده برضه في السيشن ديت، هقول لكم شويه حاجات تقدر نتجنب بيهم الاف كونديشنز الكتيره يعني. صح جدا، دايما من احد القواعد ان نبعد عن الاف ستيتمنت. بحاول نحاول قدر الامكان ان احنا نبعد عن الاف ستيتمنت، بس في نفس الوقت يعني هي مش الحاجه ان احنا ما نكتبهاش خالص، هي الـ if statements موجودة لغرض ما، بس احنا اللي ممكن نسيء استخدامها. تمام، هنتكلم عليها احنا واحنا شغالين تحت، الحاجة دي هتظهر معانا ما تقلقش يعني. في حد عنده أي سؤال تاني؟ نرجع نكمل الجزء اللي بعد كده، بيقول لك set default objects with object dot assign. بص، هي دي حاجة خاصة أكتر بالجافا سكريبت، بس برضو تعالى نتكلم عليها كده بشكل سريع. بيقول لك إن أنا عندي function هنا اسمها create menu، بتاخد مني مجموعة configuration. بروح هنا بص مثلا لو config the title بتساوي config the title، لو هو فيه config the title هياخده، لو هو مفيش هياخد الفو. config the body هياخد مني ال config the body، لو هو مفيش هياخد مني البار مثلا. ال button text لو هو فيه هياخده، لو مفيش هياخد كذا. لو كان syllable لو هو not equal undefined هياخد ال value بتاعته، غير كده هياخد مني true. وبروح اكريت المنيو، وادي المنيو اوبجكت بتاعي اللي انا هديهوله المنيو كونفيجريشن بتاعتي بالشكل ده كده. حلو، الشكل ده ممكن نقول شغال مش وحش، بس تعال نشوف الاحسن منه. الاحسن منه هنا عبارة عن ايه؟ ان انت هنا كده عملت الفانكشن اللي اسمها كرييت منيو، وقمت في الاوبجكت اساين، في الاوبجكت اساين في الفانكشن ديت بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن فانكشن بتكرييت معايا اوبجكت، بس بتاخد مني يعني كذا اوبجكت مش اوبجكت واحد، يعني ممكن اقوم رايح واخد مديها اوبجكت اولاني واوبجكت تاني واوبجكت تالت وهكذا. او مثلا على سبيل المثال يعني عارف انت اللي هو ايه، تعالى كده ناخدها على جنب كده اشرحها لك. تعالى كده نفتح الكونسول عشان ايه الاوبجكت اساين ديت مهمه شويه. فالاوبجكت اساين بتاخد مني حاجه اسمها تارجت، تمام، تاخد مني تارجت
بتاخد مني تارجت وبتاخد مني سورس، او بتاخد مني تارجت ومجموعه سورسز، او بتاخد مني تارجت وسورس واحد سورس اتنين سورس تلاته وهكذا. تمام. طب ايه التارجت؟ التارجت بتاعي الاوبجكت اللي انا هحط فيه الفاليوز. فالاوبجكت بتاعي ده اهو، او لما احط اي اوبجكت في الحته دي كده، مثلا على سبيل المثال نيم احمد، انا مش عارف اكيد الكونسول ظاهر عندكم كويس. اول ما اقول نيم اوف احمد، النيم اوف احمد دهيت هتتنقل جوه الاوبجكت ده اهو. تمام. اهو تعالى كده نقول له ليت اكس بتساوي اهو. طبعا احنا بنتكلم على الكلين كود، وانا رايح اعمل لك فاريبل اسمه اكس، فصباح الفل يعني. ادي النيم بقى احمد، فهو ده السورس بتاعي. فهو انا عمل نفس الحكايه هنا، ان هو خلى السورس بتاعه، السورس بتاعه هو الديفولت فاليوز اللي انا محتاجها، الديفولت فاليوز اللي انا محتاجها اللي هو عملها فوق هنا كده. مش احنا قايلين لو هو لقى تايتل هيحطه، لو ما لقاش هيحط الفو والبار والباز والترو. فهو هنا حط الديفولت فاليوز بتاعته عادي خالص اهي، وقال له الكونفيجريشن اللي هتيجي، الكونفيجريشن اللي هتيجي هتحطها على هنا. فبالتالي لو في كونفيجريشن هنا، لو في كونفيجريشن هنا ليها اسم بنفس الاسم اللي موجوده هناك، هيأوفر رايد عليها. يعني لو الكونفيج دوت فيها تايتل، هيحط التايتل اللي جاي من الكونفيج على التايتل الاولاني، فهيعمل له اوفر رايد. يعني مثلا على سبيل المثال اهو، هنا واحنا بننادي الفانكشن بتاعتنا اديناها المنيو كونفيج، فالمنيو كونفيج ديت فيها تايتل وما فيهاش بادي. يعني واخد بالك، هنا حتى حاطط لك كومنت وبيقول لك يوزر didn't include body data او body key، فما فيش هنا body اهو زي ما هو كان بعته قبل كده. فلما احنا رنينا الحاجه ديت بتاعتنا وادينا لها values بالشكل ده كده، قام رايح باعت التايتل وبعت البادي، حط البادي بالبار اهو. ليه؟ لانه هو ما فيش حاجه في الكونفج عملت عليها اوفر رايد. تمام. فعلشان كده دايما بيقول لك ايه، يقول لك قدر الامكان استخدم الديفولت اوبجكتس ويز اوبجكت اساين، بدل ما انت تعمل اف كونديشنز او تعمل او تعمل تشيكنج على حاجات كتير، ما تعملش تشيك. بكل بساطه استخدم الديفولت فاليوز بتاعه الاوبجكت اساين اللي هتتحط معانا في السورس، فهتطلع معانا النتيجه زي ما احنا عايزين وبكود اقل. لانك انت بص هنا كده كميه كونديشنز اصلا خلتك تكتب سطور كتير جوه الفانكشن اصلا انت مش محتاجها. يعني الفانكشن ديت المفروض انها بتكريت منيو، فانت عمال تحط اف كونديشن مع اف كونديشن مع اف كونديشن، لان دي تعتبر انلاين اف كونديشن، حاجه في السريع كده. بس هي تعتبر يعني انت مش بتكتب اف، انت بتتشيك الفاليو، يعني بتعمل فاليو تشيك يعني. تمام. هنا بقى جزئيه مهمه جدا الكل ما بياخدش باله منها، بيقول لك دونت يوز فلاجز از فانكشن بارامترز. بيقول لك ما تستخدمش فلاجز از فانكشن بارامترز. ليه؟ طب هي ايه الفلاجز ديت؟ الفلاجز ديت اللي انت بتحط لها حاجه بترو او فولس، مثلا بتحط للفانكشن فاريبل بترو او فولس. طبعا احنا ما فيش حد فينا ما عملهاش، كلنا بنعمل كده، وانا ما زلت بعمل كده في بعض الاوقات يعني. بس انا ببقى عارف ان ده غلط وهيتصلح بعدين، فبكتب جنبيه كومنت بتاع تو دو ان انا ابقى اظبطها بعدين. تمام. Don't use flags as function parameters لسبب، بيقول لك ان الفلاجز tell your user that this function does more one thing more than one thing، ان الفانكشن دي بتعمل حاجه زياده، او الفانكشن دي بتعمل حاجه البيهيفير بتاعها بيختلف اول لما بتعمل ايه، اول لما بتخلي دي بترو او دي فولس. فالفانكشنز should do one thing زي ما اتفقنا، split out كسرهم، كسر الفانكشن، split out your functions، كسر الفانكشنز بتاعتك if they are following different code passes based on a boolean. يعني لو كل واحدة منها بتروح في باص معين أو بتروح مكان معين بيزد على الفلاج دوت، فاقسمهم فانكشن. يعني مثلا احنا لو بصينا هنا كده عندنا فانكشن اسمها كرييت فايل، وبتاخد مني اسم الفايل اللي أنا هكرييته، وبتاخد مني حاجة اسمها تيمب. ولو التيمب دوت بتاعي بترو، هروح أكرييت الفايل بتاعي في التيمب دايركتوري. لو هو مش بترو، هروح أكرييته عادي. فا ايه الحل لحاجه زي كده؟ انت للنظره الاولى هتبص يا عم حل ايه، طب ما هي زي الفل، هي الفانكشن صغيره واسمها كرييت فايل، وفي الاخر ما بتعملش غير كرييت فايل. بس هي في الاول وفي الاخر هنا بتعمل حاجتين، هي بتكرييت فايل بنوعين، فايل يا اما هيتحط في التيمب يا اما فايل هيبقى عادي. فالافضل ان انت تقسم دول لتو فانكشن، واحده اسمها كرييت فايل وواحده اسمها كرييت تيمب فايل. تعالى كده نبص
اهو ادي كرييت فايل اف اس دوت كرييت وكرييت تمب فايل، وفي الاخر بتكرييت الفايل دوت بالشكل ده كده. لو انت بصيت تحت هنا لا ده كده بقت مور كلينر عن فوق وبقت مفهومه اكتر، وفي نفس الوقت كل فانكشن خدت 1 بارامتر. لو نرجع تاني كده لورا شويه ونفتكر ان هو 2 بارامترز ايديالي، وبص وفيور بارامترز يعني يبقى يفضل يعني. تمام، هنا بقى الجزئيه اللي انا كنت بتكلم عليها اللي هي الافويد بتاعه السايد افكتس. السايد افكتس في الجافا سكريبت اكتر من اكتر من الجود افكتس يعني، ف هنخلي بالنا من حاجه زي كده، لان السايد افكتس بتاعه الجافا سكريبت ممكن تبقى حاجه صغيره كده انت مش واخد بالك منها وممكن تخربق لك الدنيا يعني. فتعال هنا مثلا على سبيل المثال نقرا الكلام ده بالراحه كده، بيقول لك a function produces a side effect if it does anything other than taking a value and return another value or values. بيقول لك ان الفانكشنز الطبيعي انها تاخد منك value وترجع لك value او مجموعه values، ده الطبيعي ان الفانكشن بتاخد منك input بتطلع لك output. تمام، ان السايد افكت بقى دوت انها لو عملت حاجه بقى يعني بعيدا عن الموضوع دوت يبقى ده سايد افكت. تعال نوضح الموضوع اكتر. فالسايد افكت could be writing to a file زي الجزء اللي فوق دوت، modifying some global variables. تمام، ودي مصيبه، دي modifying some global variables دي مصيبه، ان انت هت modify global variable. تمام، or accidentally wiring all your money to a stranger، ان انت ممكن بالغلط كده تبعت الفلوس لحد تاني، زي ما مثلا على سبيل المثال وانت بتشحن الرصيد كتبت رقم غلط فالرصيد راح لرقم تاني. تمام مثلا يعني، بس هي ديت مش سايد افكت لانك انت اوريدي هي الفانكشن ما بتستقبلش غير الرقم يعني. بس بيقول لك you do need to have a side effect in a program on occasion like مثلا the previous example you might need to write a file what you want to do to centralize where you are doing this. يعني بيقول لك حاجة زي كده لازم تخليها centralized في مكان، ان انت هتعملها في مكان معين كده مقفول على نفسه كده، فعشان تبقى عارف ان المكان ده هو اللي بيعمل الحاجة الواحدة دي. تمام، don't have several functions and classes that write to particular file. ان انت ما ينفعش ان انت يبقى معاك مجموعة functions كتير كلهم بيكلموا نفس الفايل. انت طب ما تخلي talking to file او writing to this file function لوحدها كده، وبعد كده ايه ماشي امورك يعني. من عايز تكتب على الفايل اكتب من الفانكشن دي بس، ما تخليش functions كتير تكتب على نفس الفايل. تمام، بيقول لك have one service that does it. يعني لو انت هتعمل كده خليها هي مكان واحد اللي تكتب منه على الفايل دوت، one and only one يعني هو واحد وبس، ما تعملش حاجة اكتر من كده. بيقول لك بقى the main point to avoid common pitfalls like sharing state between objects without any structure using immutable data type that can be written to be anything and not centralized where your side effect occurs. تمام، الفكرة بقى كمان بيقول لك ان انت لو خدت بالك if you do this you will be happier than the vast majority of other programmers. ان انت لو عملت كده هتكون انت اسعد من developers كتير او احسن من developers كتير. اشمعنى؟ تعالى كده اوريك مثال على سبيل المثال يعني. بيقول لك ان انت عندك جلوبال فاريبل اسمه نيم اهو. تمام، النيم دوت وليكن اسمه احمد ناصر مثلا، فانت عندك فانكشن اسمها سبليت انتو فيرست اند لاست نيم. تمام، فالفانكشن ديت قامت رايحه ماسكه النيم رجعت عملت له ري اساين للنيم دوت سبليت، وقمت محول النيم بتاعك لاري. حلو، تعالى لوج النيم دوت، اللوج النيم بتاعك دوت بقى اري. تخيل بقى ان انت عدلت النيم بتاعك من فانكشن ديت من الفانكشن دي، وفي فانكشن تانية بتعتمد على النيم بالشكل ده كده، وقمت انت رايح ايه زي الباشا كده، قمت انت رايح معدل النيم دوت سبليت ديت، قامت مبوظه لك الجلوبال فاريبل اللي اسمه نيم وفي فانكشن تانية بتعتمد عليه، فانت بوظت باقي الكود بتاعك، فحصل باجز وحصل اللي حصل بقى يعني. ما لناش دعوه باللي حصل بعد كده. ف حاجه زي ديت يعني هو ده بقى الايه الجلوبال فاريبلز والمينتينابيلتي
ان انت عملت ميوتيت سوري لجلوبال فاريبل، فهتعمل لك مصيبه بعدين. تمام، طب ايه الاصح؟ طب قبل ما انزل للاصح كده، حد عارف ممكن نقدر نحل كيس زي ديت ازاي؟ لو حد عارف ممكن يفتح المايك ويقول، او مثلا يكتب لنا يعني. is keeping a state to the app considered as a side effect؟ keeping the state ازاي يعني؟ يعني مش واصله لي يعني. keeping the state ازاي؟ هو المفروض ان انت قول هو يا معلم. انا بتكلم ان في اللي هو ديزاين، بدل ان انا اخلي ستيت في الابلكيشن، بس ده بيعمل مشكله كبيره في التست. فهل ده يعتبر جزء من السايد افكت ولا تجنبه؟ ولا ممكن اشتغل بالباتر ده عادي مش عامل مشاكل؟ يعني الستيت بتاعتك ديت عبارة عن ايه الاول يعني؟ اصل هي دي يوز كيسز بتختلف. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا شغال على ديسكتوب ابلكيشن، او حلو ابسط مثال بستعمل ستيت رياكت مثلا، حلو حاطط بيانات اليوزر وبيانات الاوبجكت وكل حاجه اللي عندي جوه الستيت. فطبيعي انا لما بعمل ابديت من هنا ببقى لازم اسمع في المنطقه الثانيه، فيعني ممكن بروديوس ايرورز قبل كده، واحتاج اي تيستنج عشان اقدر اقفش اي ايدج كيسز ممكن ما تحصل. هو الفكرة بقى ان انت ما تعملش ميوتيت للستيت الاساسية الا اذا انت كنت محتاج تعمل كده. تمام، انت بتعمل ميوتيت انسايد الفانكشن نفسها، يعني انت بتعمل كلون للستيت وتدخل تعدل جوه الستيت في الفانكشن نفسها، لكن ما تعدلش الجلوبال ستيت علشان خاطر الفانكشن دي محتاجة حاجة معينة، لانك انت لو عملت كده ممكن يعمل ريبريديوس لكمية ايرورز يعني على مستوى الابليكيشنز اكبر بكتير مما تتخيل. تخيل ان انت زي نفس المثال اللي احنا اللي معانا دلوقتي، ان احنا ده نيم، النيم ناس ابسط حاجة النيم ده بيتعرض فوق كده في التول بار بتاعنا، فانا قمت رايح بكل بساطة كده زي الباشا قمت معدله بفانكشن عملت له سبليت عشان انا محتاج الفيرست نيم او اللاست نيم، النيم اللي هيحصل فوق في التول بار ايه اللي هيجرى له؟ مش هيتعرض لانه بقى اري. تمام، فادي ادي ابسط حاجة خالص اهي. تمام، فهي على حسب الكيس بتاعتك. علشان كده في باترنز كتير يعني، عارف انت اللي هي زي ايه، زي اوبزرفر، زي في اوبزرفبلز، في حاجات زي دي بتعمل نوتيفاي بالتعديل، فبتسمع التعديل في كل حتة، بس انت بتبقى اوريدي انت محتاج حاجة زي كده فرايح تعمل كده. تمام، الا اذا بقى ايه الكيس بتاعتك زي الكيس بتاعتنا دلوقتي، ان انت مش محتاج تيميوتيت الستيت، انت محتاج تقابل الستيت تيميوتيت فيها وتطلع الستيت الجديد. تمام، نرجع تاني للمثال بتاعنا. مثلا حته الشيرد داتا، انا عندي مثلا داتا شيرد في اكتر من كومبوننت، حلو، اليوم بيترندر بناء على الداتا ديت، يعني ممكن اعدل في الشيرد موديول وبعدل في الموديول نفسه. ما هو برضو نفس الحكاية من ناحية التعديل، التعديل بتاعك انت عايزه يسمع على جميع الابليكيشن ولا عايز التعديل بتاعك يكون على مستوى الفانكشن بس؟ فاهمني؟ اصلا ممكن انا دلوقتي حاطط ايوه عامل ماشي فاهم. اه انا لو عايز اسمع في الابلكيشن كله فديت مش مشكله ان انا اعدل في الشيرد مود، جميل. او ممكن استخدم حته بقى الاوبزرفر باتن. حلو. اول ما الفانكشن تخرج امسكها واكتفها واحفظها في فاريبل مختلف. طب تعالى اوريك ايه الحل. الحل بكل بساطة، شايف النيم ده؟ النيم ده احنا انا قلت كلمة دلوقتي لو حد خد باله منها، ان احنا بنكابل الستيت جوه المكان اللي احنا عايزين نموديفاي عليه الستيت ونطلع الستيت ونطلع الستيت الجديد. فانا تخيل ان النيم بتاعتنا دي هي الستيت، هروح احطها برامتر هنا واروح اسبليت البرامتر دوت واقوم عامل له ريتيرن من الفانكشن، وانا ابقى كده خلصت المشكلة بتاعتي، المشكلة بتاعتي اتحلت. هي نفس الحكاية، هنا هاجي اخد مني النيم وبعد كده هسبلت النيم دوت. تمام، شكرا، انا خلاص انا كده ما عملتش ميوتيت لمين؟ للنيم الاساسي اللي هو بتاع ايه، بتاع الجلوبال فاريبل بتاعنا كونست نيم اهوت، وادي النيم بتاعنا الجديد اللي احنا طلعناه طلع بالشكل ده كده وده بالشكل ده. فما بالك بقى مثلا ده لو اوبجكت بقى او اري. تخيل مثلا على سبيل المثال، ده مثال هينزل هيظهر معانا في السايد افكت بارت 2 دوت. السايد افكت بارت 2 دوت اللي هي الحاجات بقى بتاعه الاوبجكتس والاريز. تخيل كده ان انت عندك، يعني هقول لك المثال اللي هو كاتبه هنا،
تخيل كده ان انت عندك على سبيل المثال شوبينج كارت، والشوبينج كارت ديت انت عندك زرار اسمه برشيس، اللي هو انت خلاص بقى عملت مثلا الشوبينج الجميل بتاعك ومليت الكارت بتاعتك وخلاص رايح تبعت، فالسيرفر يعني مهيس شوية تقيل شوية خلاص، فحصلت مشكلة في الريكوست بتاعك، الريكوست بتاعك فيل، فطبيعي ان هو هيروح يريتراي تاني، فهو وهو بيريتراي يوصل للسيرفر تاني، قمت انت رايح دايس على مثلا قبلك برودكت تاني قمت دايس عليه، فقام البرودكت دوت هيتضاف معاك في الشوبينج كارت وهيروح يتبعت هناك، وطبعا انت مش عايز كده، انت بتدوست مثلا بالغلط يعني، او مثلا بصيت عليها بصة كده، فمش هينفع. ليه بقى؟ لان المفروض ان احنا في كيس زي ديت نعمل ايه، واحنا بنعمل برشيس ناخد كلون من الكارت بتاعتنا نكبيها، ناخد كل حاجة فيها ونسيب الكارت الأساسية زي ما هي، ما نعدلش في الكارت الأساسية بتاعتنا، تمام؟ ناخد الكارت بتاعتنا اللي هي موجودة جوه الفانكشن، وبعد كده أقوم رايح عامل إيه؟ أقوم رايح باعتها للسيرفر. فبالتالي أنا لو رايح بأربعة برودكت هيفضل أربعة برودكت، حتى لو داس على أد تو شوبينج كارت مثلا، لأن هو كده كده في الأول وفي الآخر إحنا ما عملناش ميوتيت للجلوبال بتاعنا، تمام؟ فهو بيقول نفس الحكايه بالظبط، يعني بيقول لك في الجافا سكريبت سام فاريبلز سام فاليوز ار ان تشينجبل اميوتابل، تمام، اند سام ار تشينجبل اللي هي ميوتابل، يعني ده الفرق ما بين الاميوتابل والميوتابل. بيقول لك الاوبجكتس اند اريز ار تو كايند اوف ميوتابل فاليوز اند سو اتس امبورتنت تو هاندل ذيم كيرفولي وين ذي ار باز تو باز از ا بارامتر تو ا فانكشن. نخلي بالنا من نقطة زي دي، ان الاوبجكتس لما بتباصى للبارامتر في فانكشن، وانا عدلت على البارامتر دوت جوه الفانكشن، تمام، الاوبجكت ده هو اللي انا واخده از بارامتر هيسمع في اي مكان بيكلم الاوبجكت. ليه؟ لان الاوبجكت ده هو كلهم بيبصوا على ريفرنس واحد، كلهم بيبصوا على ريفرنس واحد، فعلشان كده لازم وانا باخد اوبجكت جوه الفانكشن اكون عارف الستيت بتاعتي ايه، هل انا لما اعدل من جوه الفانكشن انا محتاجه يسمع بره، ولا بكل بساطه انا محتاج اقابل الفاليوز بتاعته بس واخليها معايا علشان انا هميوتيت جوه. في حاله الشوبينج كارت بتاعتنا ديت، في الكيس بتاعتنا دي، انا لازم اقابي حاجه زي كده، لازم اقابي الاري او اقابي الاوبجكت بتاعنا. وشكرا للاي 6 انها عندها الجزء بتاع السبريد اوبريتور اللي نقدر نعمل بيه كوبي، بس طبعا هو مش افيشنت قوي، بس في لايبرريز كتير نقدر نعمل بيها كوبي او نعمل كلون. عشان كده هو هنا بيتكلم في نقطه هي كلونينج بيج اوبجكتس كان بي فيري اكسبنسيف ان ترمز اوف برفورمانس، ان الموضوع بتاع الكلونينج ده بيبقى رخم شويه في البرفورمانس، فعلشان تعمله مانيوالي هيبقى الموضوع ريزل، فلازم تستخدم مكتبة مثلا على سبيل المثال، أو تبقى عارف أو تكون وايز جدا أو حكيم جدا وأنت بتعمل حاجة زي كده. فأنت عندك هنا في لايبرري اسمها ميوتابل جي اس، دي بتاعت فيسبوك هو اللي عاملها، فالفونج اللايبرري دي جميلة جدا في استخدام الداتا ستراكشرز اللي هي بتاعت الاميوتابل، سواء إذا كانت ماب، ولا سواء إذا كانت اسمها دي ست، سواء إذا كانت اي حاجة من الحاجات ديت بقى، فالبتاع ديت جميلة جدا يعني، تمام. طيب فهو هنا كده مثلا بص بيقول لك ايه، بيقول لك بص الاد ايتمز تو كارت، الاد ايتمز تو كارت دي انت بتعمل ايه، انت بتاخد كارت وبتاخد ايتم وقمت رايح عامل لهم بوش في الكارت، بس الكارت ده هي لو متعرفة جلوبال، فاي حد بيبص على الكارت خلاص شكرا، كلهم اتضاف فيهم الايتم ده، تمام. فعلشان تتجنب حاجه زي كده قال لك تعمل ايه، قال لك اعمل اري جديد اهوت كوبي فيه كل الكارت، تمام. الناس اللي بتشغل رياكت بقى هتكون شايفه فاهمه الموضوع ده قوي، يعني الناس اللي في رياكت دايما لما بيجي يستخدم الاستيت بيعمل كده، بس انت بتعمل كده، انت عارف انت بتعمل كده ليه؟ غالبا معظم الناس ما تعرفش عشان شافوا التوتوريالز بتعمل كده، بس الناس بس ده الوقت ان انت تعرف فيه بقى، ان انت لازم وانت بتعمل كده تبقى عارف ان انت كده بتعمل كلون، بتعمل كوبي للكارت هنا علشان ما تعملش ميوتيت للجلوبال ستيت بتاعتك، تمام. فبالتالي انت هنا خدت كل الكارت بتاعتك وقمت رايح ضايف عليهم الايتم جديد، بس ستيل في الاول وفي الاخر الاد ايتم تو كارت ده
في الاول وفي الاخر هي ما عدلتش الكارد الاساسيه بتاعتك الجلوبال بتاعتك. تمام، النقطه دي واضحه يا جماعه، لان الحته دي مهمه جدا يعني. نعم بتبقى موجوده فعلا في الريدكس بشكل كبير يعني، او الكونتكست اي بي اي برضه موجوده فيها. سؤال صغير، انا ممكن ما اعملش كونفليكت يعني، انا دلوقتي اخدت كونفليكت حلو حلو، وفي اوبريشن ثانيه عملت كتير في ستيت، فالكابل اللي معايا مختلف عن الستيت القديم. طب وايه المشكله؟ ما ان انا واخدها، انا واخدها قبل الميوتيت، لان انا واخدها قبل الميوتيت، لو انا عايز اخد كابل ثانيه هاخدها بعد الميوتيت. انا فاهم، انا واخد كابل الستيت، الكابل مش بشرب فيه، من غير حصل له ابديت، يبقى الكابل اللي عندي مش هيعمل له ابديت، ده ممكن يعمل كونفليكت لما انا اجي اعمل ريبورت بالداتا اللي عندي، صح؟ ما هو لا، ما هو بص، اصلا انت لو هتتكلم بقى على موضوع المالتي ثريدنج، يبقى انت لازم يكون في معاك بقى اويت بروسيس تانية، يبقى انت مش هتحتاج ان انت تكوبي غير لما بيخلص عملية الميوتيت، او بعد الميوتيشن بيروح ينفذ فانكشن تانية بتقابل حاجة من جديد وتروح تبعتها للفانكشن من جديد، فاهم؟ فهي في الاول وفي الاخر هي برضو دي سيناريوز بتختلف على حسب الامبلمنتيشن بتاع البيزنس بتاعك، بس احنا بنقول الموضوع هاي ليفل، احنا دلوقتي مش بنبص ان ديتيلز في كود قد ما بنبص للسيناريوز من فوق. السيناريو من فوق الطبيعي بيقول لك ايه، ما تعملش ميوتيك للستيت بتاعتك الا في كيس ان انت محتاج تعملها ميوتيك. تمام، فانت دلوقتي بتتكلم ان انا دلوقتي خدت كوبي من الحاجه، بس انا عدلت الحاجه الاساسيه. طب ما هي الحاجه الاساسيه ديت انا خلاص عدلتها، طب الكابل اللي معايا دي قديمه، لو انا رحت استخدمها في شكل معين او رحت ببعتها لسيرفر بحاجه معينه مثلا، او هو مستني مني حاجه ان انا ببعت له حاجه قديمه، يعني فعلا هتروح بايظه وممكن يحصل كونفليكت فيها ويحصل فيها مشكله. ليه؟ لان انا واخد كابي قديمه، ده طبيعي. تمام، فانت تبقى عارف الهندله بتاعت الكيس دي ازاي، ساعتها بقى انت بيبقى عندك اويت بروسيس، مثلا انا خلصت ميوتيشن هروح اعمل نيو كابي واروح اكلم بيها نفس الفانكشن من جديد. نروح نكمل بقى الجزئية دي مهمة برضو، عشان في ناس كتير بتقع فيها. Don't try to global functions، اوعى تستعبط، اوعى تروح تكتب على function global. تمام، علشان خاطر بص يعني اعصلش هرباها هربق النووي في قلب البروجكت بتاعك. بيقول لك ان ايه، ان انت علشان تكتب في على الجلوبال فانكشنز بتاعت الجافا سكريبت ديت، دي مش بيست براكتس، علشان ممكن على سبيل المثال تكون انت مستخدم لايبراري معينه، ممكن تكون انت مستخدم لايبراري معينه بتكتب على نفس المكان الجلوبال اللي انت كاتب فيه بنفس الاسم الفانكشن اللي انت عاملها، فطبعا ده صباح الفل يعني، حاجه مش احسن حاجه، فهتلاقي الموضوع سيء جدا. علشان كده بيقول لك ايه، هو هنا مديك مثال كده، تعالى نشوف المثال ده. بيقول لك اهو، let's think about an example. What if you wanted to extend the JavaScript native array method to have a def method؟ يعني انت ما عندكش differentiation او difference method موجوده جوه الاري بتاع الجافا سكريبت، فانت حابب تعملها، فتقوم رايح عامل ايه، تقول له array dot prototype تمام دوت def مثلا، اهو array dot prototype dot def، هتعمل لي function اسمها def، بناخد الكومباريزون اري وبنعمل مثلا شويه الكود الجميل دوت، وفي الاخر بريتيرن حاجه معينه والى اخره يعني. تمام، كل ده جميل. بيقول لك but it could clash with other library او another library that tried to do the same thing. What if that other library was just using def to find the difference between the first and the last element of an array؟ يعني تعمل ايه لو هو كان في لايبراري تانية بتستخدم نفس الديف ميثود بس بلوجيك مختلف، ايه اللي ممكن يحصل؟ كده هتبقى الدنيا معكوكة. بيقول لك this is why it would be much better to just use ES6 classes and simply extend array global. بيقول لك طب انا دلوقتي عملت كده، ده بات ايه الكود بتاعه؟ قال لك الكود بتاعه جميل جدا، حاجه بسيطه خالص، هتروح تعمل كلاس هنسميه مثلا سوبر اري، بي اكستند من الاري بتاع الجلوبال نفسه بتاع الجافا سكريبت، انا عملت اكستند منه، هقوم رايح عامل ايه الفانكشن بتاعتي، ولما احب استخدم الفانكشن بتاع الديفرنشيشن ديت او الديفرنس دي، هقوم رايح قايل له النيو سوبر اري بتاع دوت ديفرنس، بس خلاص انا خلصت.
كده انا لا اثرت على الجلوبال بتاعي تمام، ولا في نفس الوقت هعمل تضارب مع اي حد، لان ده سيمبلي ده كلاس انا اللي عامله تمام. ننزل بقى على الجزئيه اللي انا بحبها جدا بقى، الفانكشنال بروجرامينج اوفر امبيريتيف بروجرامينج تمام. بيقول لك دايما كده فيفور، يعني خلي كده الفانكشنال بروجرامينج كده هي ايه، هي المسيطره عليك شويه. لان الامبيريتيف بروجرامينج جميله وحلوه ولطيفه، بس الفانكشنال احلى بكتير والطف بكتير. الامبيريتيف ديت اللي هي ايه، ديت البروجرامينج العاديه اللي احنا بنعملها، اللي هي ايه امبيريتيف يعني صيغه امر، يعني انا يعني عارف انت اللي هو ايه، بامر البرنامج بتاعي ان هو بيعمل شويه حاجات معينه بالكود اللي انا بكتبه. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يكون عندي فور لوب، والفور لوب ممكن يكون عندي مثلا اري، والاري ده بعمل عليه فور لوب، فانا قمت رايح قايل له فور لوب اعمل فور لوب هنا تمام، فانا اللي كتبت بايدي الفور لوب، فديت امبيراتيف. لكن في الفانكشنال مثلا بقول له الاري بتاعي دوت فور ايتش مثلا، بقول له فور ايتش عليه، انا ماليش دعوه اصلا الفور ايتش ايه اللي اتكتب جواها، الكود اللي اتكتب جواها ده انا ماليش دعوه بيها، انا بس قلت له اعمل لي فور ايتش، انا عايز اعمل لوب باستخدام الفانكشنال بروجرامينج دوت فور ايتش دوت ماب دوت ريديوس دوت مثلا دوت فلتر. يعني فانكشنال فلتر ديت علشان تعملها بالفور لوب هتعمل فور لوب جواه اف كونديشن، طب ما الفلتر مهندله كل حاجه جواها، استخدم الفلتر على طول. انا بستغرب جدا بصراحه لما بلاقي ناس دايما بتستيك تو فور لوب، يعني ليه رايح للفور لوب؟ ليه رايح ان انت تكتب كل الكود بايدك؟ طب ما الجافا سكريبت هي مش فانكشنال بروجرامينج بشكل كبير، او مش فانكشنال بروجرامينج بحت زي مثلا لغه اسمها هاسكل مثلا، بس هي برضو فيها طعم الفانكشنال بروجرامينج، يعني الفانكشنال بروجرامينج فليفر فيها جميل جدا يعني تمام. ولو انت مش حابب ان انت مش قادر تقدر تستخدم كل الحاجات اللي موجوده في البيلت ان جافا سكريبت، في لايبرريز كتير زي لو داش، بتديك لو داش اف بي، لو داش اف بي اهي، دي جزء الفانكشنال بروجرامينج الخاص بلو داش. اللو داش دي لايبراري بنسطبها ونقدر نستخدم كل الفانكشنال بروجرامينج بتاعتها بطريقه مريحه جدا. في كمان في لايبراري جميله جدا بس اسمها سارح من على دماغي دلوقتي، اف بي جي اس او فانكشنال بروجرامينج لايبراريز، هفتكر لك اسمها بالظبط، فانكشنال بروجرامينج جي اس لايبراريز، اهي رامدا، ايوه هي رامدا جي اس دي، رامدا جي اس دي من اقوى اللايبراريز اللي بتستخدم الفانكشنال بروجرامينج. يعني بص كل حاجه هنا، مثلا انت عايز تضيف عددين، ما تروحش تكمل الفانكشن اسمها صم وتكتب لا ار دوت اد اهي، يعني تادهم بالشكل ده كده 3 زائد 2 7 5، 3 زائد 2 7 ايه 5 وقاد 7 7 بالشكل ده كده، ودي كمان 10 بالشكل ده كده، فهتبقى معاك 17. فرامدا جي اس ديت من اقوى اللايبرريز اللي ممكن تبني بيها سكيلابل ويب ابلكيشنز بشكل رهيب يعني. فتعالى مثلا نشوف على سبيل المثال، هو هنا مثال مديه لنا اهو، بيقول لك ان البروجرامر اوتبوت هنا بيقول لك مثلا في نيم لاين لاين اوف كود، فانت مثلا عندك على سبيل المثال هنا فور لوب اهي، الفور لوب ديت في فاريبل هنا اسمه توتال اوتبوت ده صفر، وفي هنا فور لوب، الفور لوب دي كل اللي بتعملها انها بتلف على الاري اللي موجود فوق دوت، وانت بتلف عليها فوق عمال تضيف اللاينز اوف كود بتاعت الريكورد الحالي على هنا. طب حد كده يعني لو بيحب الفانكشنال بروجرامنج يبقى عارف ايه اللي ممكن نقدر نستخدمه هنا، حد عنده فكره بدل الفور لوب ديت؟ عظيم. فاحنا معانا دلوقتي دي فانكشن جميله قوي اسمها ريديوس اهي، ريديوس اهي، كل انا عملت له قمت رايح ماسك الفاريبل بتاعه دوت ريديوس، قلت له اديته فانكشن معينه يعملها، الفانكشن ديت كل بيعملها ان هو هياخد اللاينز اوف كود هيقوم رايح جامعهم على مين؟ على الاكيوميليتور بتاعنا اللي هو الانيشال فاليو اللي هيبتدي من عندها صفر، وهيبتدي بقى يجمع 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 يجمع. طب لو انا هنا على سبيل المثال عايز مثلا عايز
اقوم رايح مزود بروبرتي جديده في كل اوبجكت من دول، وهتبقى مثلا عباره عن الاسم الاولاني، وهقوم يعني هقوم عامل سبليت للاسم ده، هو واخد الاسم الاولاني واقوم كاتب مثلا جنبيه الرقم بتاعه. فانا ممكن هنا مثلا على سبيل المثال استخدم الماب او استخدم الفور ايتش، فور ايتش بان انا اضيف بروبرتي جديده. بس يفضل هنا ان انت طالما هتعمل ميوتيت هيبقى استخدم ايه، تستخدم الماب علشان ترجع لك نيو اري، وتسيب الاري الجديد في حاله يعني. تمام. حلو قوي الكلام ده. انكابسوليت كونديشنز، هنا بقى الحته دي يعني ما حدش يعني بياخد باله منها كتير يعني. ده عباره عن اف كونديشن، اف سي ام ديت ستيت بيساوي فيتشنج. بالمناسبه الاف سي ام دي ده كده اكسبريشن على بعض فاينايت ستيت ماشين، دي بتبقى حاجه برضه تعرفك تعرفك الستيت بتاعت الماشين الحاليه يعني. بتساوي فيتشنج اند از امتي ليست نود، ده كده اف كونديشن جميله اهي. بس في نفس الوقت هنا انت على سبيل المثال يفضل مثلا ان انت عايز تستخدمها او عايز بدل ما تقعد تعمل اف كونديشن جلوبال وتعمل جواها كده، ممكن تعمل لها انكابسوليت جوا فانكشن اسمها شو مثلا، شو تشوز دينر، وبياخد مني الاف سي ام والليست نود، والاف سي ام دي ستيت بتاعتي بيساوي كذا كذا كذا، وانا عملت الكونديشن بتاعي بالشكل ده كده بريتيرن. وفي الاخر بقوم رايح بس ايه، بختصر الليله بتاعتي كلها بتاعت الكونديشنالز دي كلها، بعمل لها انكابسوليت جوا فانكشن، وبرجع الفانكشن بتاعتي كلها، وبقوم قايل اف شود شوز دينر، وبروح احط عليه مثلا الاف سي ام انستنس والليست نود انستنس، والكونديشن ده لما يتحقق معايا هيتنفذ معايا هنا. تمام. هي الفكره كلها ان انت بدل ما تعمل الاف كونديشن وجواه الكونديشنالز بتاعتك كلها كده، انت عملت لهم انكابسوليت جوا فانكشن بترجع لك ايه، بترجع لك سواء اذا كانت ترو او فولس. اصل في الاول وفي الاخر الاف كونديشن دي هتتنفذ في ايه، في حاله في ترو او في فولس. يعني يا ترو هينفذ لك الجزء بتاع ترو، يا فولس هينفذ لك الجزء بتاع فولس. تمام. بس ففي هنا كمان جزء كده اسمه افويد نيجاتيف كونديشنز. فكره النيجاتيف كونديشنز ديت يعني مش في ناس بتحب النيجاتيف كونديشنز، وفي ناس بتحب يقول لك اعمل لها افويد. تمام. بس انا مع الناس اللي هي ايه، لو انا عملت كده، لو انا عملت الجزئيه دي، انا هافويد النيجاتيف كونديشنز خالص. اصل مش منطقي اف نوت شود اف نوت شود شوز بينر، دماغي هتتسحل. اللي هو اف نوت شود شوز بينر معناها ايه؟ عارف انت اللي هو الكوميك بتاع اسمه ايه، احمد ادم، لما كان بيقول يا على العظمه يا، وعم حاطط ايده على دماغه كده، فاهم؟ فهي نفس اللقطه بالظبط. انا لو عملت كونديشن، عملت فانكشن، الفانكشن بتعمل راب للكونديشنز بتاعتي، هروح استخدم مش هروح استخدمها بالنيجاتيف كده، اف نوت از دوم نود نوت بريزنت، معناها ايه؟ ايه؟ انا مش فاهم حاجه. لكن هنا كده اقول له اف از دوم نود بريزنت، معناها هل في نود اصلا؟ خلاص بالنسبه لي قشطه بيس. هنا بقى الجزئيه اللي كان مارك كان بعت لنا حته كويسه كده، بيقول دائما من احد القواعد ابعد عن الايه، الاف ستيتمنت. هنا بقى بيقول لك افويد كونديشنز اصلا، يعني اعمل افويد لكل الكونديشنز، يعني حاول قدر الامكان ان انت تتجنب الاف كونديشن. بيقول لك انت اول، بيقول لك اللحظه الاولى كده، اول ما اقول لك تجنب الاف كونديشن، يا عم انت عبيط، امال هم عاملينها ليه؟ انت بتهزر يعني، مش انت اول حاجه هتبص عليها امبوسيبل تاسك، شكرا انا يعني مش هقدر ان انا اتجنب الاف كونديشنز دي. تمام. بس بالبراكتس هتبص هتلاقي نفسك انت هتعرف يعني ايه، هتعرف ان انت تتجنب الاف كونديشنز ازاي. بيقول لك السيمبل انسر بتاعت الليله دي كلها هي بوليمورفيزم، بمعنى انت عندك لو اير بلان اهيت، وعندك فانكشن اسمها جيت مش عارف ايه لاتيتيود او ايا كان يعني، وبتعمل سويتش على الزيز دوت تايب بتساوي مش عارف كذا هيعمل لي كذا، اف الكيس بتاعتك هتبقى كذا هيعمل لي كذا، اف كذا هيعمل لي كذا. فالليله دي كلها دي كده تعتبر باد براكتس شويه. طب ايه الاصح بتاعها؟ الاصح بتاع ان انا هعمل البيز كلاس بتاعي اللي اسمه اير بلان زي ما هو كده، هعمل كلاس اسمه ايا كان الاسم بتاعي بقى بي اكستند من الاير بلان،
وهحط الجزئية ده كده فيه على أساس إنها function. فهذه الفانكشن بتاعتي الأساسية اللي أنا هستخدمها أهي، تمام. ونفس اسم الفانكشن دي هستخدمها في الكلاس اللي بعديه، ونفس اسم الفانكشن دي هستخدمها في الكلاس اللي بعديه. في الأول وفي الآخر أنا بغير الإمبلمنتيشن بتاع الفانكشن، تمام. وفي في بعض اللغات زي مثلا جافا، تايب سكريبت، مش عارف إيه، أنت بتخلي ده أبستراكت كلاس، تمام، وبيشيل ميثود معينة اللي هي الميثود دي علشان الكل يكستند منها، تمام. وبعد كده لما تيجي تستخدم الحاجه بتقوم رايح عامل النيو انستانس بتاعك، بتقول له سواء كان الانستانس ده هو دوت كذا دوت نفس الفانكشن ده، هي دوت جيت لاتيتيود مثلا، الانستانس بتاع ده دوت جيت لاتيتيود مثلا، الانستانس ده دوت جيت لاتيتيود، وكلهم هيطلعوا هياخدوا نفس اسم الفانكشن، بس كل واحد منهم بيطلع اوتبوت مختلف عن حاجه تانية. ده كده طريقة من الطرق اللي انت حابب تتجنب بيها الـ if conditions. بس انا عندي طريقة تانية، والطريقة ديت انا بحب استخدمها بشكل كبير في الكود بيز اللي انا دايما بستخدمها. الطريقة ديت اسمها الجامب تيبل. هي الطريقة دي بتخص الجافا سكريبت اكتر، وبتخص داتا ستراكشر اسمه الماب او الهاش تيبل. الهاش تيبل، تمام. سوري، مش ماب خالص، هاش تيبل، تمام. فالجزئيه ديت انا ممكن اديكم مثال عليها كده، يعني على سبيل المثال تعالى نفتح الكونسول كده واديكم مثال عنها. ولا تعالى نفتح ستاك بليتس اسرع. انا مثلا ستاك بليتس اديك مثال عن الجامب تيبل. ساين ان ويز جيت هاب، تمام. تعالى نقول له جافا سكريبت بلانك بروجكت. طيب فكك من كل الكلام ده، وتعالى كده ايه نزوم سكه همه صغيره كده. بص كده معايا، تخيل ان انا عندي مثلا فانكشن اسمها لوج نيم. دي كل اللي بتعمله انها بتاخد مني نيم وبتعمل له لوج كونسول دوت لوج. تمام. افرض بقى مثلا على سبيل المثال انت عايز مثلا تخلي هنا كده كل نيم بيطبع بشكل معين، فهقول له مثلا اف النيم ايكوال احمد. اقوم رايح مثلا على سبيل المثال قوم قايل له كونسول دوت لوج يبقى احمد از هير بالشكل ده كده، تمام. ومثلا معايا على سبيل المثال else if النيم هيساوي مثلا محمد، هقوم رايح هيبقى معايا كونسول دوت لوج بدل ما هو احمد هيبقى محمد از هير هي از جود، تمام. وهقول له فكك من مين ده بقى، فكك من مين بالشكل ده كده. فكل واحدة من هنا بقى بص عارف هتمشي بأسلوب بقى ايه، بالأسلوب التقليدي بتاعنا، هتعمل else if مع else if مع else if. هاني مثلا هقول له هاني از هير اند هي هاني از هير هي از بيتر ذان محمد مثلا، بيتر ذان. كل ده جميل اهو، حاجه زي الفل و10 على 10، تمام. بس كل ما الدنيا هتكتر مننا كل ما الدنيا هتبقى بايخه. فانا كاحمد بقى بحب اعمل حاجه هنا اسمها الجامب تيبل. ايه الجامب تيبل دوت؟ تعال اقول لك ايه الجامب تيبل ده. اول حاجه احنا مثلا على سبيل المثال يعني هقول له مثلا هنا كده هعمل فانكشن كونست لوج احمد مين مثلا بتساوي فانكشن، والفانكشن ديت كل اللي هي بتعمله ان انا هاخد البادي بتاع الشكل بتاع احمد واروح انفذه بالشكل ده كده. يبقى لوج احمد نيم عباره عن فانكشن كل اللي بتعمله انها بتلوج بالشكل ده لاحمد، تمام. واخد كمان واحده اسمها لوج مثلا على سبيل المثال لوج على سبيل المثال محمد نيم، واقوم رايح واخد البادي بتاع محمد بالشكل ده كده واقوم رايح حاططه له هنا، تمام. واقوم رايح مثلا على سبيل المثال واخد الجزء بتاع لوج هاني نيم
وهتقوم رايح عامل ده كده، وتقوم رايح قايل له لوج لي الحاجة بتاعت هاني بس. وشايف الاف كونديشنز دي كلها احنا هنتجنبها كلها، وكل اللي انا هعمله هعمل اوبجكت صغير كده كونست للجامب، الجامب تيبل بتاعي هيساوي في حالة ان احمد هينفذ لي الفانكشن اللي اسمها مين، هينفذ لي الفانكشن اللي اسمها دي. في حالة هاني، في حالة هاني هينفذ لي الفانكشن اللي اسمها لوج هاني، هاني نيم دي. احنا عكسنا اللوكس المفروض، ما علينا يعني، احنا كده كده فاهمين الفكرة. وفي حالة ان في محمد هيعمل لي لوج لمحمد ده. ولما اجي هنا بقى جوه الفانكشن انا ولا هعمل اف كونديشن ولا هعمل بتاع، كل اللي انا هعمله هقول له ايه؟ هقول له الجامب تيبل بتاعي، الجامب تيبل بتاعي هاكسس منه النيم اللي هيجي لي من الفانكشن، وفي الاخر لما باكسس منه النيم، النيم ده هيقوم مرجع لي، هيقوم مرجع لي فانكشن، الفانكشن دي هعمل لها اكسكيوت بالشكل ده كده. مجرد ان انا هسيف واقوم رايح عامل لوج للنيم مثلا على سبيل المثال باحمد، قال لك احمد از هير، تمام. لمحمد قال لك بغض النظر ان احنا مغيرين الكونسول لوجز اهو، هنا كده اهو، قال لك محمد از هير هي از جود، او مثلا هاني، فهيقول لك هاني از هير هي از بيتر ذان محمد، تمام. فهو ده بكل بساطة الشكل اللي انا بحب ألجأ له في كيسز ان انا هيبقى معايا اف كونديشنز كتيرة جدا، وكل واحدة منهم هيبقى ليها امبلمنتيشن مختلف، وكل واحدة هيبقى ليها لوجيك او كود بيز لوحدها. فبقسم كل واحدة منهم فانكشن لوحدها كده. وبعد ما بقسم الفانكشن ديت بروح اعمل الكيز بتاعتهم اللي هي الريسبتور هيستقبلها، ده بسميه الريسبتور، ده الريسبتور اللي هيستلم مني الكي، اللي بيزد على الكي دوت اللي هو هنا، بروح بنادي الفانكشن ديت من الجامب تيبل بتاعي، وببتدي انفذ الحاجة بتاعتي بيزد على كده، تمام. ممكن اوريكم حاجة من الكود بيز اللي انا كنت شغال عليها من فترة، ممكن هنا جامب تيبل اهو، انا عامل هنا انترفيس اهو للجامب تيبل بتاعي، لاني بما اني بستخدم تايب سكريبت فقلت لازم نستخدم المزايا بتاعت الجافا سكريبت، التايب سكريبت. ادي الجامب تيبل بتاعنا اهو، تمام. ولو احنا دورنا على الجامب تيبل ده هلاقي معايا هنا اوبجكت فاضي بتاع الجامب تيبل، ولو بصينا كده تحت هنلاقي الجامب تيبل بيتحط فيه الفانكشنز بالشكل ده كده، ولو بصينا على كل فانكشن منهم هنلاقي ان الفانكشن كل فانكشن منهم بتبقى واخده اللوجيك بتاعها اللي ممكن يكون مختلف بشكل كبير عن اخواتها الباقيين يعني، تمام. مثلا عندنا السنت مسج ديت هنبص عليها بتختلف، الامبلمنتيشن بتاعها بيختلف بشكل كبير اهو، تمام، بالشكل ده كده. فعشان كده موضوع الجامب تيبل دوت انا بفضله بصراحه، خصوصا هو افكتيف جدا في الجافا سكريبت، فهتلاقيه بيطلع فاليوز كويسه يعني. ده زي الباترن ماتشنج يعني، مش هي قوي يا مارك، بس يعني تقدر تربطهم ببعض شوية لو انت هتفهمها كده، فهي هتبقى بالنسبة لك ممكن تمشي الاتنين مع بعض بالشكل ده. هنا بقى الـ avoid type checking، بيقول لك ان الجافا سكريبت is untyped، ما فيهاش types، which means your function can take any type of argument. Sometimes you are beaten by this freedom and it becomes tempting to do type checking in your function. فبيقول لك فكك من الـ type checking، ما حاول قدر الامكان ما تعملش type checking، واعمل consist على الحاجة بتاعتك ان لازم يكون ده string مثلا، او لازم يكون ده كذا يعني. بدل ما تعمل الليلة دي كلها
بيقول لك ان لو الجيت اللي جاي لك اوف انستنس هتستخدم مثلا الانستنس بتاعها بايسكل هتستخدم بدال مثلا، لو الفيكل بتاعك في الكار هتروح تستخدم الفيكل درايف. طب ما خلاص يعني ما فيش حل غير كده، ان انت هتعمل فانكشن اسمها موف مثلا، والموف ديت مش هتفرق مع الانستنس اللي جاي لها وهي تعمل لك الليله بتاعتك دي كلها. فهو دايما بيقول لك حاول قدر الامكان تافويد موضوع البرايفت تشيكن دوت، لانه هو في الاول وفي الاخر يعمل كونسيست على الحاجه اللي فوق ديت، ان دي هتبقى سترينج، فلو هم لما هو يبصيها نمبر مثلا على سبيل المثال يبقى هو اللي غلطان، دي مشكلته هو يعني. تمام، ويفضل انك ساعتها تستخدم تايب سكريبت. انا بفضل ان انا استخدم تايب سكريبت. دونت اوفر اوبتمايز، دي بقى حته واكله دماغ الكل، ان هو كل ما يجي يعمل حاجه انا لازم اوبتمايز لازم اوبتمايز لازم اوبتمايز، لحد ما يوصل لمرحله اسمها الاوفر انجينيرنج او اوفر اوبتمايزيشن، ان هو قاعد عمال يهلك وقت كبير جدا في الحاجه وهو عايز يطلعها فيري افيشنت، مع ان انت مش لازم تعمل اوبتمايزيشن رهيب، لان كده كده البراوزر بتعمل اوبتمايزيشن اندر ذا هود في الران تايم، هي بتعمل لك حتى هو مودرن براوزر تو اوبتمايزيشن اندر ذا هود ات ران تايم. تمام، يعني مثلا على سبيل المثال انت هنا قمت رايح عامل ايه؟ قمت رايح عامل ليت اي بتساوي صفر، واللينس بيساوي الليست دوت لينس، والاي اصغر من اللينس، والاي بلس بلس. طب انت ليه عملت دي؟ انت ليه عملت كده؟ انت كل مره في الفور لوب بتاعتك هيعمل كومبيوتيشن جديده، هيري كومبيوت، تمام، هيروح يحسب الحسبه دي تاني. ما تعملش كده، البراوزر كده كده بتعملها لوحدها، فانت ما تعملش كل الحاجات دي كلها. وفي هنا شويه ريسورسز حلوه كده للاوبتمايزيشن اسمها اوبتمايزيشن كيلرز، يعني ديت ممكن دي ممكن ناخدها سيشن لوحدها كده. دي شويه حاجات تخص الاوبتمايزيشن، من ناحيه التولينج، من ناحيه الانتي باترن، من ناحيه الانسبورتد سينتاكس، يعني في شويه حاجات حلوه كده في الجافا سكريبت. هي ميلي في النود، هو هنا بيتكلم عن النود بس هي برضو شغاله في الجافا سكريبت عادي يعني. تمام، ممكن نبقى ناخدها مره كده مع نفسنا. بيقول لك ريموف ديت كود، ايه هو الريموف ديت كود؟ بيقول لك خلاص يعني انت الكود بتاعك ده بالنسبه لك يعني ملوش اي سكتين لازمه في الحياه، سايبه ليه؟ شيله. هتقول لي اصلا انا خايف اشيله، اصل الكود بتاعي اول لما بشيله الكود بيز بتاعتي بتضرب، بشيل الكود اللي هو اصلا مش مستخدمينه يوم البروجكت بايظ. لا يا باشا، ما هو دي كوميك، دي انت كده انت بتتكلم عن كوميكس، احنا خلينا نتكلم واقعيين. ما فيش بروجكت في الدنيا ما بيستخدمش كود تقوم انت رايح تشيله الكود بتاعك يضرب. لا يا باشا، تعالى امشي ورا امشي ورا الايرور واحده واحده كده وشيله، وانت كده كده معاك فيرجن كنترول، انت سواء اذا كنت بتستخدم جيت ولا بيت باكيت، سواء اذا كنت بتستخدم جيت هاب ولا بيت باكيت ولا اي فيرجن كنترول ايا كان ايه هو، فهتقدر توصل للكود بتاعك تاني من الكوميت اللي انت عملته. هتعمل كوميت اسمه مثلا ريموف ان يوزد كود، تقدر ترجع للكوميت دوت من الكوميت هيستوري لو انت احتجت الكود تاني، لكن ما تسيبش كود ملوش اي ستيل لازمه في الحياه موجود عندك. يعني مثلا اولد ريكويست موديول وادي نيو ريكويست موديول، انا ده ما بقيتش استخدمه، اسيبه ليه؟ قمت رايح شايله شلناه. تمام، انا بقول ممكن نقف لحد الاوبجكتس اند ذا ستراكشر، هو كده كده اصلا اللي باقيين كلها حاجات بسيطه، بس انا هسيب ديت كده تسقية للناس تبتدي تعيش حياتها فيها، وتبتدي بقى تشوف الدنيا ماشيه ازاي. هو كده كده اصلا كده كده الحاجات اللي موجوده مش هتخرج كتير بره اللي احنا بنبتدي نتكلم عليهم، بس انا عايز الناس تبتدي تبراكتس مع نفسها كده، مش لازم هشرح انا كل الدوكيمنت كلها، الدوكيمنت كبيره، وفي نفس الوقت انا وضحت لك الطريق وبدانا ايه نقرا الموضوع واحده واحده مع بعضنا ونشوف كل حاجه منهم شغاله ازاي، لان احنا اوريدي داخلين في حوالي ساعتين يعني. فخلينا كده نقفل لحد الاوبجكتس اند ذا ستراكشر، ولو انت حابب ان احنا نبقى نكمل السيشن دي التاني او نكملها من هنا، ممكن نبقى نعمل يعني ممكن تكتبه على الكومنت تحت في الفيديو مثلا، او مثلا تبعته على الفيسبوك او ايا كان، ان احنا ممكن نكمل نعمل كلين كود 2 بارت 2. والمره دي بقى ناخد دوكيمنت اتقل شويه، هي هتبقى كلين كود نوتس، بس النوتس ديت متاخده من كتاب كلين كود اند كلين اركتكتشر بتاع انكل بوب. ده هيبقى الموضوع هنا يعني جينيريك شويه، ملهوش علاقه بلا جافا سكريبت ولا بتاع، هو بيتكلم جنرال.
بس انا مش عايز اهلك كتير يعني، انا عايز الناس تبتدي تبراكتس، تدخل تقرا وتدخل تشوف، مش لازم اكون انا السورس بتاع المعلومه، المعلومه اوريدي موجوده هنا، انا ما بعملش حاجه غير ان انا بقراها وبوضحها لك بس كده. فكملوا الدوكيمنت ديت وانا هبعت لكم اللينك بتاعها، وادي اوريدي اللينك بتاعها هو موجود في قلب الشات. فبس كده احنا كده نعتبر في نيتو. واللينك التاني، ادي اللينك التاني اهو. بس كده. فلو حد بقى عنده اي اسئلة، عنده اي حاجة، ممكن يتفضل. الفيديو ده هينزل على الشانل بتاعت اليوتيوب بتاعت الجروب. هو هينزل على القناة بتاعت أحمد سمير، وأنا هنزله عندي على القناة بتاعتي اسمها كود زون، هنزله وهشيره في الجروب برضه. على ما أتذكر يا ناصر، على ما أتذكر يعني حوالي كده القرن ال15 تقريبا او القرن ال16، احنا كنا قلنا هنعمل موقع. على ما لو تفتكر اتذكر حاجه يعني، على ما اتذكر ده بره السكوب بتاع السيشن، ممكن نبقى ناخده على جنب يعني، بس عشان لسه انا بريكورد، فانا عايز اشوف اسئله الناس وبعد كده نرجع للموضوع ده بعد ما اقفل الريكورد. خلي بالك يا مصطفى، واخد بالي. طيب، في حد عنده أسئلة في السكوب بتاع السيشن ولا في الريكورد على كده؟